رئيس الجمهورية يعود إلى نواكشوط بعد أن أدى زيارة عمل لمدينة السيد باب، أشرف خلالها على تدشين عدد من المشاريع الهامة لصالح السكان. حرم رئيس الجمهورية تشرف من مدينة الواديب على انطلاق برنامج دعم التعليم ما قبل المدرسي وتدشين مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال. وزير الدفاع الوطني والداخلية واللامركزية يشرفان على تدشين منشآت جديدة تابعة لقيادة أركان الدرك الوطني. السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أصحابكم فيها عزة عبد هاشم ومحمد لمين والعبد الودود، كما نصحب بزميلتنا عائشة علي التي ترافقنا في هذه النشرة بلغة الإشارة. تلقى رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، جرى خلاله التطرق للعلاقات الثنائية العريقة والوطيدة بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدان المغرب العربي ولبلدان المغرب العربي أجمع. كما تناول الطرفان المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في نهاية المكالمة. وجه جلالة الملك محمد السادس لأخيه رئيس الجمهورية دعوة لزيارة المملكة المغربية، لبها فخامة الرئيس. ووجه رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني إلى أخيه جلالة الملك دعوة لزيارة بلادنا، لبها جلالته كذلك على أن يحدد موعد الزيارتين لاحقا بالطرق الدبلوماسية. عاد رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني زوال اليوم إلى نواكشوط بعد زيارة عمل لمدينة سيد بابي، أشرف خلالها على تدشين عدد من المشاريع الهامة لصالح السكان. واستقبل رئيس الجمهورية بمطار نواكشوط الدولي أم التوسي من طرف معالي الوزير الأول سيد محمد والبلال والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، عدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة المجلس الجهوي لجهة نواكشوط. رافق رئيس الجمهورية في هذا السفر وفد هام يضم كل من خديجة بنت بوكة وزيرة الإسكان والعمران والإصلاح الترابي، محمد أحمد دمحيميد وزير التجهيز والنقل، محمد أحمد المحمد لمين مدير ديوان رئيس الجمهورية، سيدي والدمان مكلف بمهام برئاسة الجمهورية، هارون تراولي مكلف بمهام برئاسة الجمهورية، الحسن والزين مكلف بمهام برئاسة الجمهورية، سيدي محمد والسيدي جعفر مكلف بمهام برئاسة الجمهورية، الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. وكان رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني أنهى زوال اليوم زيارة عمل لمدينة سيل بابي دامت يومين، أشرف خلالها على تدشين ومتابعة عدد من المشاريع التنموية الهامة لصالح السكان. وودع رئيس الجمهورية لدى مغادرته مطار سيل بابي من طرف والي ولاية قديماغا سيد الطيب والمحمد محمود ورئيس جهتها السيد عيسى كوليبالي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة العقيد عبد الله والمحمد والسيد الأمين ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيد سيدي محمد والطالب عمر وعمدة بلدية سيل بابي السيد محمد فال والمكحلة وأنواب الولاية في الجمعية الوطنية ومنتخبيها وأصول سلطتها الإدارية والأمنية وعدد من الوجهاء والأطر. وبعد استعراض التشكيلات من المنطقة العسكرية الرابعة ودعا رئيس الجمهورية كبار مستقبليه. Thank you.
وخلال زيارته لمدينة سيلبابية أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني صباح اليوم على تدشين محطة طرقية جديدة في إطار تنفيذ برنامج توسعة وعصرنة مدينة سيلبابية. واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله المحطة من قبل وزير التجهيز والنقل السيد محمد المحيميد رئيس المجلس الجهوي وعمدة بلدية سيلبابي وعدد من موظفي وزارة التجهيز والنقل. استمع رئيس الجمهورية إلى شروح حول مكونات هذه المحطة ومراحل إنجازها وتجول في مختلف أجنحتها وتعرف على طبيعة هذا المنجز الذي سيسهل من مهمة الناقلين ويوفر نقلا ملائما لسكان المنطقة وينظم التنقل بين مدينة سيلبابي ومختلف مدن البلاد بما في ذلك العاصمة نواكشوط. كما أعطى رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في سيلبابي إشارة انطلاق مسارات ومحاور بناء شبكة الطرق الحضرية في المدينة المنفذة في إطار مشروع توسعة وعصرنة المدينة. واطلع رئيس الجمهورية على مسارات المحاور الطرقية المكونة للمشروع للشبكة الطرقية التي سيتم تدشينها في المدينة حيث توجد المعدات والفرق الفنية على الميدان. واستفسر من القائمين على تنفيذ المشروع حول المعوقات والسبل الكفيلة بتذليلها وأعطى تعليماته لمعالجتها بالتنسيق المحكم مع القطاعات المعنية بشكل سريع. كما دشن رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في سيلبابي المدرسة رقم 13 المكتملة وأعطى إشارة انطلاق بناية إعدادية في مدينة سيلبابي ضمن مشروع عصرنة وتوسعة المدينة. استمع رئيس الجمهورية إلى شروح حول مكونات هذين المشروعين وتفاصيلهما ومراحل إنجازهما وآفاقهما المستقبلية ودورهما في دعم وتعميم المدرسة الجمهورية التي ينعم فيها كل أبناء موريتانيا بالأخوة والمساواة والمحبة. وأزاح رئيس الجمهورية ستارة عن اللوحة التذكارية المخلدة لهذين المشروعين. أكدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خلال حفل إشراف رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني اليوم بمدينة سيلبابي على إطلاق جملة من المشاريع التنموية أن مشروع توسعة وعصرنة مدينة سيلبابي سيرتقي بالمدينة إلى مستوى عمراني وحضري مناسب. وأضافت أن مختلف المكونات العمرانية المبرمجة في إطار المشروع قد تم إنجازها. قبل أقل من عام أعلمتم من هنا فخامة الرئيس عن انطلاق الأعمال في مشروع توسعة وعصرنة مدينة سيلبابي، وها أنتم اليوم تشرفون من المكان نفسه على تدشين عدد بارز من المنشآت المهمة التي اكتمل بناؤها في إطار هذا المشروع. موازاة لذلك ستضعون اليوم الحجر الأساس لمشاريع أخرى جديدة إذانا ببدء الأشغال فيها تجسيدا لحرصكم الدؤوب على مواصلة واستمرار وتيرة بناء والعمران. وهكذا وقد تم بالفعل إنجاز مختلف المكونات العمرانية المبرمجة في إطار هذا المشروع، حيث تم تصنيف وتثبيت 9 مناطق بالأحياء المعرضة للغمر، وتم تحديدها بمعالم ماثلة، كما تم تزويد الأسر التي تقطنها بقطع أرضية صالحة للسكن، فضلا عن فتح وتوسعة 51 شارعا من ضمنها خطوط هيكلية، حيث تم تعويض جميع الأسر المتضررة جراء هذه العملية من خلال منحها قطعا أرضية. وفضلا عن ذلك تم تخصيص منطقة إيواء بمساحة قدرها 600 هكتار لضمان تمدد للمدينة يراعي ضوابط النمو الحضري المنسجم. وفي الإطار نفسه سيتم وضع آلية ملائمة لولوج السكان إلى الملكية العقارية بشكل منتظم. فخامة الرئيس، في إطار جهودكم الحثيثة الهادفة إلى النهوض بقطاع التعليم ستشرفون بعد قليل على تدشين مدرسة ابتدائية من 8 فصول ومكاتب للإدارة والسكن للمدير، كما ستضعون الحجر الأساس لبناء إعدادية من 16 فصلا. فخامة الرئيس، لا شك أن نطاق الخدمات بالمدينة سيتعزز بعد تدشينكم اليوم لمحطة للركاب ومسلخة عصرية في انتظار اكتمال أشغال مقر المجلس الجهوي والمستشفى الجهوي بالمدينة ومعرض للمنتجات الزراعية والانتهاء الأشغال بالوحدات السكنية النموذجية
بلبن الطين المضغوط، والتي صمدت بثبات أمام الكم القياسي الغزير لمنسوب الأمطار المسجل في المدينة خلال الموسم المنصرم. كما سيمثل تدشينكم اليوم لشبكة المياه داخل منطقة التوسعة وإشرافكم على انطلاق الأعمال لإنجاز طرق حضرية معبدة داخل المدينة إعطاء دفع قوي لضبط وتأطير النمو الحضري للمدينة. فخامة الرئيس، لقد تمكن قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خلال السنة المنصرمة من انتشال الورشات المتعثرة في سيل بابي، حيث اكتمل الأشغال فيها وبدأت الأشغال في مشروع إعادة تأهيل الملعب الرياضي بالمدينة. وفي هذا الإطار تعكف وزارة الإسكان والعمران حاليا على تنظيم وتمهين قطاع البناء والأشغال العامة على وضع إطار قانوني خاص بتصنيف المقاولات واعتماد مكاتب الدراسات والمراقبة في مجال البناء والأشغال العمومية. صاحب الفخامة، السادة والسيدات الحضور، وعيا بالأولوية التي تولونها لتحسين ظروف السكن الحضري في المدن والتي تمثل مكونة هامة من برنامج تعهداتي، يتم العمل حاليا على ضمان ولوج السكان في مدينة سيل بابي إلى جميع الخدمات الأساسية الضرورية للحياة المدنية. وفي هذا الإطار بدأ قطاع الطاقة الأشغال بتوسعة شبكة الكهرباء وزيادة طاقتها في المدينة وفي منطقة التوسعة، حيث سيتم تزويدها بالإنارة العمومية اللازمة، كما سيتم خلق توصيلات مؤمنة لكافة السكان، مما سيساهم في تحسين الوجه الحضري للمدينة. وتبلغ تكلفة المشروع ما يناهز مليار أوقية قديمة. وأما فيما يتعلق بتوفير المياه، فقد تولى قطاع المياه إنجاز مشروع لتزويد المنطقة الجديدة من توسعة المدينة بالماء الصالح للشرب، والذي تضمن استبدال الجزء الخاص من الشبكة بوسط المدينة بشبكة عصرية بطول 8 كيلومترات، وإنشاء وتنفيذ شبكة توزيع طولها 36 كيلومتر تم ربطها بالشبكة الرئيسية. وتبلغ تكلفة المشروع ما يربو على 360 مليون أوقية قديمة. وسيتم في القريب العاجل تنفيذ 500 توصيلة اجتماعية لصالح ساكنة المنطقة الجديدة. ونذكر هنا في ميدان تحسين الإطار العام لحياة الفئات الهشة من السكان أنه خلال السنة المقبلة بحول الله وفي إطار تنفيذ برنامج داري، ستشرف المندوبية العامة تآزر على بناء 200 سكن اجتماعي في مدينة سيل بابي. فخامة الرئيس، إن هذا المشروع الممول بالكامل من ميزانية الدولة بغلاف مالي يربو على 6 مليارات أوقية قديمة، قد تم بالفعل إنجاز الكثير من أركانه، ويجري العمل الآن على استكمال ما تبقى منه في أسرع وقت ممكن. سيرتقي في نهايته بمدينة سيل بابي وفقا لتوجيهاتكم إلى مستوى عمراني وحضري آخر يليق بها كعاصمة للولاية، وهي مناسبة للإشادة بالروح المهنية والجدية المثمرة التي أنجزت بها الشركة الوطنية إسكان كرب عمل منتدب على هذا المشروع مهم خلال فترة قياسية. وفي الأخير أغتنم هذه الفرصة لأبارك لكم جميعا الذكرى 60 لعيد الاستقلال الوطني المجيد، ونرجو من الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الاستقرار والأمانة وأن تظل دائما في تطور مستمر. وأشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما ألقى وزير التجهيز والنقل كلمة قال فيها إن أداء القطاع في مجال البنية التحتية الطرقية خلال العام الأول من تولي رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني قيادة البلد. ورغم ما فرضته جائحة كورونا من ظروف استثنائية، مكن من إنجاز واستكمال العديد من الطرق المعبدة في البلاد. أتشرف بالوقوف أمامكم اليوم ونحن في غمرة الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لعيد الاستقلال الوطني، لأتقدم لكم ولكافة أفراد شعبنا بأعز التهاني وأطيب التبريكات، راجيا من المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا في جو من الأمن والتنمية والازدهار. ولأتذكر أنكم في خطابكم الذي وجهتم للأمة الموريتانية في الذكرى 59 للاستقلال الوطني من مدينة أكجوجة، قد أكدتم أن للاستقلال معاني كثيرة، منها ما هو سياسي وثقافي واقتصادي،
وأشرتم إلى أن الشرط المبدئي لإمكان تحقيق هذه المعاني هو توطيد الوحدة الوطنية. ولأستحضر اليوم خلال هذا الحفل المهيب أن العمل على تحقيق هذا الشرط قد قطع أشواطاً كبيرة خلال السنة الأولى من مأموريتكم، من خلال جهود جبارة استهدفت تعزيز هوية أمتنا التي حرصتم على الرقي بها على سلم التقدم والنماء في جو يطبعه تجاوز ضيق الخلافات إلى رحابة ما تقتضيه مصلحة الوطن من توافق وتآلف يتجه الفاعلون فيه صوب البناء والإنتاج، وتتركز الاهتمامات حول كل ما هو مشترك، وتتعاضد الجهود والقدرات في خدمة المجتمع والوطن، وذلك من خلال رؤية نيرة تضمنتها برامجكم التنموية المتعاقبة الأولويات الأولى والأولويات الموسعة، والتي انضافت إلى برنامج تعهداتي وما تضمنه إعلان السياسة العامة للحكومة من برامج ومشاريع موجزة لتعهداتكم في مختلف المجالات. فخامة رئيس الجمهورية، لما كان الاستقلال نتاجاً لمقاومة تمثل جزءاً حياً من ذاكرة الشعوب وركناً من أركان تاريخ المجتمعات، وتعرف كفعل نهوض اجتماعي وثقافي وسياسي يمثل شكلاً من أشكال الاستجابة الطبيعية لتحدي ما، فليس من المغالطة الجزم بأن إرادتكم في مقاومة تحدي مجابهة وباء كورونا خلال السنة الأولى من مأموريتكم أفضت وستفضي في المستقبل بحول الله إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي لبلادنا من خلال ما تحرصون على إلزام الحكومة به من استخلاص العبر والدروس من هذه الجائحة، وترجمة ذلك إلى برامج ومشاريع تتجه إلى التركيز على القطاعات الإنتاجية التي تتوفر بلادنا بها على مقدرات كبيرة، وإلى تعزيز ذلك بتنفيذ مشاريع بنى تحتية مهيكلة داعمة للتنمية. فخامة رئيس الجمهورية، وإدراكا منا بالدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه البنيات التحتية المتعلقة بالنقل في تقوية التنافسية والرفع من جودة القطاع الإنتاجي وبالتالي وضع منظومة للتنمية المستدامة، فإن فعل القطاع في مجال البنية التحتية الطرقية خلال العام الأول من توليكم قيادة البلد رغم ما فرضته جائحة كوفيد-19 من ظروف استثنائية والتي أرجو من الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا منها، مكن من إنجاز واستكمال العديد من الطرق المعبثة في البلاد. فيما يخص برنامج الأولويات رقم 1 الذي أعطيتم إشارة انطلاقته يوم 29 فبراير من السنة الجارية، فقد تجاوزت نسبة الإنجاز 65% في مكونة الطرق الحضرية لهذا البرنامج، التي تتمثل في بناء 40 كيلومتر من الطرق الحضرية وبناء الأرصفة على أزيد من 7 كيلومترات من الشوارع في أحياء العاصمة الأكثر كثافة سكانية والأكثر هشاشة والأقل حظا من البنى التحتية، مما يعني أن هذا المشروع المنفذ بمواصفات عالية الجودة وبمتابعة مستمرة ومتواصلة سينتهي قبل الآجال المحددة له، مستحضرين في متابعة تسريع وتيرة إنجازه حرص فخامتكم على الاستغلال الأمثل للوقت، حيث أكدتم في برنامج تعهداتي، وهنا استشهد، أن الوقت الذي يميل أحيانا إلى هدره يكتسي أهمية بالغة، ومن شأن توظيفه كقيمة استراتيجية أن يجنبنا الكثير من التأخير والعديد من الفرص الضائعة. انتهى الاستشهاد. وهو ما يدعم التوجه العام لدى الحكومة والمتمثل في احترام الآجال التعاقدية لإنجاز المشاريع التنموية بغية استفادة المواطنين منها في أسرع وقت ممكن. كما كان دور القطاع كبيرا خلال العام المنصرم في استكمال العديد من مشاريع الطرق باعتبار نسبة الإنجاز خلال هذا العام، وفي هذا الإطار تم إكمال طريق نواكشوط روسو بنسبة 75% الذي تم إنجازه في إطار التعاون المثمر بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، وطريق كيف بومديد بنسبة تتجاوز 50%، طريق الزرافية تام شكط بنسبة تبلغ 90%. كما بدأت الأشغال فعليا في بناء الطريق الرابط بين مدينة بن الشاب والطريق الوطنية رقم 4 الممول من طرف الصندوق السعودي للتنمية، وكذا إعادة بناء طريق بوتلميت ألاق الممول من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
كما يجري التحضير حاليا على مستوى القطاع لإطلاق العديد من المشاريع ضمن برنامج الأولويات الموسع، نذكر منها مشروع بناء جسرين بالعاصمة نواكشوط. تمت إحالة ملف مناقصتهما إلى لجان الصفقات بعد أن اكتملت الدراسات الهندسية والجيوتقنية للجسور، وهما سيساهم في انسيابية حركة المرور وتخفيف الاختناق المروري عند التقاطعات الطرقية، إضافة إلى تحسين الوجه الحضري للعاصمة. هذا إضافة للبدء خلال الأشهر القليلة القادمة في تنفيذ بناء جسر تقاطع مدريد الذي سيتم إنجازه في إطار التعاون المثمر بين بلدنا وجمهورية الصين الشعبية. مشروع بناء الطريق الدائري حول العاصمة نواكشوط والذي هو في مرحلة تحيين الدراسة. مشروع توسيع الشبكات الحضرية من خلال بناء 70 كيلومتر من الطرق الحضرية الجديدة. مشروع بناء الطريق الرابط بين أمرج وعبد البقر والذي سيتم الإعلان عن مناقصة إنجازه خلال الأيام القليلة القادمة. تأهيل المقطع الثالث من طريق نواكشوط بوتلميت بطول 42 كيلومتر، حيث سيبدأ العمل فيه نهاية الشهر الجاري. طريق تجكجا كيفاس لبابي غابو بطول 350 كيلومتر، والذي تم الانتهاء من تقييم العروض الفنية للمقاولين المشاركين في مناقصته، وتمت إحالة الملف إلى الممول من أجل المصادقة عليه. طريق كرمسين ميناء إنجاجو الذي سيربط ميناء إنجاجو المتعدد الوظائف بشبكة الطرق الوطنية، والذي انطلقت دراسته الفنية التي بانتهائها سيتم بحول الله إعلان مناقصة الأشغال. طريق شميم بيكة الأحواش الممول من طرف الصندوق الكويتي للتنمية، والذي يعتبر في مرحلة متقدمة بالنسبة لاكتتاب مكتب المراقبة، وبعدها مباشرة سيتم طرح مناقصة الأشغال. إنجاز جسر روسو الذي بالإضافة إلى ربط بلادنا بالجارة السنغال سيمكن من ربط شمال القارة الإفريقية بجنوبها. فخامة رئيس الجمهورية، ونرى للأهمية الكبيرة التي تولونها للصيانة الطرقية، باعتبار أن الصيانة المبكرة للبنية التحتية في معظم الحالات أكثر فعالية ومردودية من حيث التكلفة مقارنة مع تجديدها المتأخر، ولما لها من أثر إيجابي على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. فقد عمل القطاع خلال السنة المنصرمة على إزالة ما يربو على 1,500,000 متر مكعب من الرمال عن الشبكة الطرقية، تدعيم حوالي 40 كيلومتر بطبقة إسفلتية بسمك يتراوح بين 3 و5 سنتيمتر، معالجة وإصلاح جميع الانهيارات والتشققات الناتجة عن فصل الخريف على طول الشبكة الوطنية الطرقية، إنشاء مؤسسة خاصة بصيانة الطرق من المنتظر أن ينطلق عملها مع بداية سنة 2021، وسيتعزز دورها من خلال تفعيل صندوق السلامة الطرقية. فخامة رئيس الجمهورية، إنفاذا لتعليمات ملزمة للحكومة بضرورة إنجاز المشاريع التنموية وفق دفاتر الالتزامات تضمن أعلى درجات معايير الجودة، يعمل القطاع حاليا على إعداد أو تحيين الدراسات الفنية اللازمة لبناء المحاور الطرقية التالية: محور باركي والنبود، محور باركي والصواطة، طريق الصواطة منقل، طريق تنبطغ بوسطيلة عبد البقر، طريق كنكوصة بالأجميل تناها. وكذلك الدراسات الفنية لإعادة بناء المحاور الطرقية التالية: المقطع الثالث من طريق نواكشوط واديبو، مقطع بوغي كايهيدي، مقطع الطينطان العيون، ومقطع جوجة الكيلومتر 76 من جوجة على طريق أطار. ونرى لأن الطرق السريعة تعتبر من المشاريع المهيكلة ذات قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية، تمكن من ربط الأقطاب الاقتصادية وتعزز من تنافسية الاقتصاد. فقد أطلق القطاع بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع الطريق السريع نواكشوط بوتلميت الذي يوجد ضمن المشاريع المعروضة للشراكة بين القطاعين العامي والخاص، على أن تطلق في وقت لاحق الدراسات الفنية لمشروع الطريق السريع بوتلميت ألاك. فخامة رئيس الجمهورية، تجسيدا لما تولونه من أهمية وما توليها لها الحكومة، تميزت السنة الأولى من مأموريتكم بتفعيل المجلس الوطني للسلامة الطرقية واعتماد استراتيجية وطنية جديدة لها تتمحور حول تكاتف جهود جميع الفاعلين في المجال، مما مكن في إطار مقاربة متعددة القطاعات ومحكمة التنسيق من الرفع من مستوى إنقاذ ضحايا حوادث السير، وذلك بعقلنة التوزيع الجغرافي لسيارات الإسعاف
وتعزيز التدخل الأمني من حيث الرقابة والتبليغ الفوري عن الحوادث وكل الأخطار على الطرق، وتعزيز التدخل الفني لإصلاح أعطاب الطرق وإزالة العوائق من أجل الحفاظ على انسيابية المرور، وتكثيف التحسيس الهادف على المحور الطرقي الأكثر خطورة نواكشوط بوتلميت ألاق، وبإشراك المجتمع المدني وعلى المنابر عبر خطب جمعة موحدة وعلى وسائط التواصل الاجتماعي. وفي القريب العاجل سيتم العمل على تعزيز الرقابة على الحمولة الزائدة من خلال بناء محطات لوزن الشاحنات على المحور، كما بدأ العمل على مراجعة وتحسين قانون السير والنصوص المتعلقة بذلك. وما يتعلق بالرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تم استحداث مكتب استقبال خدمات لمراجع المديرية العامة للنقل البري مجهز بأحدث الوسائل لتسهيل الولوج إلى الخدمة العمومية بمكان واحد وبشباك موحد لتسريع وتسهيل إجراءات المواطنين، كما تم تطوير منصة رقمية لتأمين وتبسيط إجراءات الترشح لامتحانات رخص السياقة، وتجري حاليا بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة الترتيبات لاستصدار رخص سياقة بيومترية غير قابلة للتزوير، كما يتم العمل أيضا على الرفع من مستوى التنظيم في مجال الطباعة وتداول لوحات ترقيم السيارات. فخامة رئيس الجمهورية، وبالنظر لدور تنظيم النقل الطرقي في تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، تمكنت سلطة تنظيم النقل الطرقي خلال السنة الأولى من مأموريتكم من بناء وتجهيز محطة طرقية مكتملة في جوجت، إحصاء شامل لسيارات النقل الحضري، مساهمة السلطة بشكل فعال في الحملة الحكومية لمكافحة انتشار جائحة كورونا، القيام بحملة توعية في نواكشوط ضمت إلى جانب التحسيس توزيع مئات السلات الغذائية. وفي المستقبل تعمل السلطة على إعداد إحصاء للنقل بين الأشخاص، بناء محطة جامعة في نواكشوط تضم كافة أشكال النقل العمومي، تجديد أسطول النقل الحضري في نواكشوط. فخامة رئيس الجمهورية، في إطار عصرنة وتحديث مدينة سيلبابي، ستشرفون بعد لحظات على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز أشغال 10 كيلومتر من الطرق الحضرية من أجل فك العزلة عن أحياء هذه المدينة والتي تعرف بصعوبة التنقل داخلها خاصة خلال فصل الخريف. سيتم إنجاز هذا المشروع من طرف قسم الأشغال العمومية التابع للأركان العامة للجيوش خلال فترة زمنية قدرها 10 أشهر، ويتولى المختبر الوطني للأشغال العمومية الرقابة والمتابعة عليه بإشراف كامل من الإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي بوزارة التجهيز والنقل، وبمواصفات فنية تتمثل بطبقة إسفلتية بسمك 5 سنتيمتر وعرض 6 أمتار مع أكتاف جانبية بعرض متر من كل جهة. فخامة رئيس الجمهورية، لا يسعني قبل إنهاء هذه الكلمة إلا أن أرجو أن تساهم هذه الشبكة الطرقية الحضرية في تحسين الإطار العام لحياة ساكنة مدينة سيلبابي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحب عمدة بلدية سيلبابي خلال كلمته في الحفل بزيارة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني والوفد المرافق له للمدينة، لما ستتضمنه من تدشين ومتابعة لعدد من المشاريع التنموية الهامة في إطار مشروع عصرنة وتوسعة مدينة سيلبابي. في خطابه أمام رئيس الجمهورية، رحب عمدة بلدية سيلبابي السيد محمد بارو المكحل بزيارة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني والوفد المرافق له لمدينة سيلبابي، لما ستتضمنه من تدشين ومتابعة لعدد من المشاريع التنموية الهامة في إطار مشروع عصرنة وتوسعة مدينة سيلبابي. وأوضح العمدة أنه وللمرة الثانية في أقل من سنة يقوم رئيس الجمهورية بالاتصال بالسكان من أجل الاستماع إلى مشاكلهم وتقديم حلول لها. وقال إن الزراعة والتنمية الحيوانية تشكلان دعامة لنشاط السكان في ولاية قديماغة، مطالبا بإصلاح السدود والتحكم في المياه وتوفير السياج الذي يحمي المزارع وتنظيم التلقيح والعناية بالصحة الحيوانية وتحسين الوسائل اللوجستية للقائمين على التعليم في الولاية وحل المشاكل المرتبطة بمراكز الحالة المدنية. وأكد العمدة أن حل هذه المشاكل سيسهم لا محالة في تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية السلم الأهلي وتثبيت السكان في مواقعهم الأصلية. وقال إن الارتقاء بالزراعة يتطلب التحكم في الموارد المائية
من استغلال أمثل للمصادر المائية في سد مانانتالي. وأوضح العمدة أنه على الرغم من التحسن الملحوظ في التغطية الصحية على مستوى الولاية، لا تزال هناك مشاكل مرتبطة بغياب أخصائيين في مجال القلب والجراحة والعيون والتوليد. وفي مجال التعليم، طالب العمدة بتوفير كفالات مدرسية لتلاميذ الأسر الفقيرة لتشجيعهم على مواصلة مشوارهم التعليمي، منبها إلى ضرورة التغلب على النقص الموجود في البنية التحتية المدرسية. وثمن العمدة التجاوب الذي لقيته مطالب الولاية من قبل رئيس الجمهورية من خلال إنجاز مشروع عصرنة وتوسعة مدينة سيد بابي. كما دشن رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني صباح اليوم في سيل بابي محطة طرقية جديدة، واطلع على اكتمال الأشغال في إنجاز مسلخة عصرية بالمدينة. شكلت المحطة الطرقية الجديدة في سيل بابي المرحلة الأولى من برنامج زيارة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني لعاصمة قدماقة، حيث أعطى سيادته إشارة بدء تشغيل هذه المحطة التي تقع في حي توسعة المدينة. وقد تجول السيد الرئيس في مرافق ومكاتب المحطة واطلع على تفاصيلها الفنية المتعلقة بمدة الإنجاز والتكلفة المالية والتي بلغت ما يزيد على 90 مليون أوقية قديمة. ومن شأن محطة الطرق الجديدة في سيل بابي أن توفر ظروفا ملائمة للناقلين والركاب وتحد من فوضوية النقل بين المدن. رئيس الجمهورية أشرف كذلك على تدشين مسلخة عصرية تم وضع حجر الأساس خلال زيارته الأخيرة لسيل بابي في 2 دجنبر من السنة الماضية. وتتكون المسلخة التي تم إنجازها من قبل شركة إسكان من أماكن عصرية لذبح ووحدة لمعالجة النفايات وحائط لتجميع المواشي. وينتظر أن تساهم هذه المسلخة في توفير ظروف صحية مناسبة لبيع وتسويق اللحوم في هذه الولاية التي تمتلك مخزونا معتبرا من الثروة الحيوانية. رئيس الجمهورية تفقد مكونات هذا المشروع وتعرف على الإجراءات المتخذة للمحافظة على هذه المنشأة التي تشهد نشاطا يوميا للجزارين وملاك المواشي. ومتابعة لسير المشاريع المنفذة في سيل بابي، طلع رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني على مستوى تقدم الأشغال في المقر الجديد للمجلس الجوي لولاية قدماقة، والذي يأتي إنجازه تكريسا لسياسة اللامركزية وتقريب الخدمة من المواطنين ضمن مقاربة وطنية تستهدف بشكل مباشر تحسين ظروف الاقتصادية والاجتماعية لسكان. محمد علي سالك، القناة الموريتانية، مدينة سيل بابي. اطلع رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني اليوم في سيل بابي على نماذج مكتملة من إنجاز مشروع بناء 50 وحدة سكنية مشيدة بمواد بناء محلية عن طريق ورشات تكوين محلية. واطلع رئيس الجمهورية كذلك على مدى تقدم الأشغال في بناء مستشفى جهوي في مدينة سيل بابي. السكن الاجتماعي انطلاقا من المواد المحلية، تجربة جديدة في سيل بابي تروم استغلال المواد والخبرات الوطنية لإنجاز مساكن صديقة للبيئة وبتكاليف أقل. رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وقف على نماذج من هذه التجربة في هذا الحي المستحدث بسيل بابي والواقع ضمن أحياء لا تشملها احتمالات التأثر بالفيضانات. مسؤول المؤسسة الوطنية لتنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية قدموا لرئيس الجمهورية شروحا تفصيلية استفسر خلالها عن مسارات البناء ومآلاته في ظل اكتمال نصف الأعمال. وتطرقت الشروح التفصيلية إلى مكونات هذا المشروع وتفاصيله ومراحل إنجازه. وتجول سيادته بين هذه البيوت المصنوعة من الطين المضغوط والحجارة المحلية. وغير بعيد من هذه الوحدات السكنية، تفقد رئيس الجمهورية تقدم الأشغال في بناء مستشفى جهوي في مدينة سيل بابي، وتلقى شروحا تناولت مختلف المنشآت وتعرف على مراحل العمل ومدى مراعاة معايير الجودة واحترام آجال التنفيذ. وأعطى سيادته تعليماته بضرورة احترام الشروط الواردة في دفتر الالتزامات الذي وقعت عليه جهة التنفيذ. وقدم مسؤول وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي جملة توضيحات حول الإجراءات المتخذة لإكمال إنجاز هذا المرفق العمومي في الوقت المحدد. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المستشفى 198 مليون أوقية جديدة على ميزانية الدولة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 150 سريرا ويضم مختلف التخصصات. سعيد الحبيب، للموريتانية، سيل بابي.
تبلغ كلفة المحطة الطرقية التي دشنها رئيس الجمهورية في مدينة سيليبابي اليوم 90 مليون أوقية على نفقة الدولة الموريتانية. وستسهم المسلخة العصرية التي تم تدشينها في إطار مشروع توسعة وعصرنة مدينة سيليبابي في تأمين اللحوم وجعل الجزارين في ظروف تمكنهم من أداء مهامهم على أحسن وجه. في موقع متميز على الطريق الرابط بين سيليبابي قري وداخل حي توسعة المدينة يقع المقر الجديد لمحطة الركاب التي تم تشييدها على نفقة الدولة وبتنفيذ من شركة إسكان الوطنية. وتتألف المحطة من حاضرة لتوقف سيارات ومباني إدارية تنظم طابور سيارات النقل في ظروف مقبولة. محطة طرقية مكونة من مجموعة مكاتب إدارية مفترض فيها تأوي الأشخاص المكلفين بتسيير هذه المحطة بالإضافة لجيشات لإجراء الإجراءات الركاب وإجراءات المحطة إلى آخره. كي تعرفوا فيها مكونة أخرى هي قدام هي مكونة باركينج معناها بعد ما يوقفوا الوتات وآخره هذا النوع ذو شاسعة تشمل جميع الخدمات الأساسية اللي متعلقة بالمجال ذو. وكل حال هي أصبحت جاهزة العمل ما فيها أي إشكالية كي تعرفوا نوعية العمل جيدة ما فيها أي ملاحظات عليها. إنجاز آخر يرتبط بالحياة اليومية للمواطنين وصحتهم مسلخة عصرية بالمواصفات المطلوبة أصبحت جاهزة للاستخدام بعد عقود من فوضوية ذبح وغياب أبسط مقومات سلامة. ويتكون هذا المرفق من أماكن لذبح وحظيرة للمواشي ووحدة للمعاينة الصحية للحوم. المسلخة العصرية عبارة عن منشأة حديثة نتيجة الظروف اللي كانت تعيش المدينة في الفيضانات السنة الماضية. المسلخة القديمة اللي كانت فيها تعرضت للفيضانات أصبحت غير صالحة للاستعمال. بناء عليه إسكان قررت أنها تعدل مسلخة عصرية مدينة سيليبابي. مكوناتها كمكونات جميع المسالخ العصرية فيها مكان للذبح فيها مكان معالجة النفايات إلى آخره بالإضافة للجانب المتعلق بالتسيير مكاتب متعلقة بإيواء المسيرين والإجراءات الإدارية المتعلقة بها. جملة من المشاريع التنموية والاجتماعية من شأنها أن تغير من وجه مدينة سيليبابي التي تعاني من نقص في البنية التحتية والمرافق الأساسية. محمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة سيليبابي. يضم مقر جهة قديماغا الذي من المقرر اكتمال أشغاله في شهر سبتمبر من السنة المقبلة مختلف المستلزمات المطلوبة للمكاتب العصرية، وتبلغ كلفته الإجمالية أزيد من 87 مليون أوقية جديدة على نفقة ميزانية الدولة. طبعا ذاك ما جعل هذه البنية هذه المؤسسة تحظى اليوم بزيارة رئيس الجمهورية. منشأة صحية هي الأكبر على مستوى ولاية قديماغا دخلت الأشغال فيها مراحل متقدمة. يتعلق الأمر بمشروع بناء مستشفى جهوي متكامل في عاصمة الولاية سيليبابي بطاقة استيعابية تبلغ 150 سريرا. المستشفى الجديد في سيليبابي وضع رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني حجره الأساس في ثاني من شهر دجنبر من السنة الماضية ضمن سياسة وطنية تستهدف تحسين وزيادة البنية التحتية الصحية وتقريب خدمات علاجية نوعية من المواطنين. وينفذ هذا المشروع الواقع في حي توسعة المدينة من قبل مجموعة وطنية وبغلاف مالي يقارب مليارين من الأوقية تم تعبئتها من الموارد الذاتية للدولة. احنا هون هم المشرفين على الشغلة. بدأت من 2 دجنبر جاء رئيس الجمهورية هون وعطى انطلاقة رسمية لهذا المشروع المهم اللي له راجعين إن شاء الله هذه الولاية الكبيرة حل ياسر من مشاكلها الصحية المتعلقة بالصحة. هذا المشروع بدأ هون وكان يلا يعود قطع أشواط أكبر يقير نظرا لأزمة جائحة كورونا وموسم الخريف عطل لك شوي من وتيرة العمل وراجعين إن شاء الله يوفى في الآجال الطبيعية للمشروع إن شاء الله. وتعزيزا للسياسة اللامركزية ودعما للتنمية المحلية تتواصل الأعمال في مشروع تشييد مقر للمجلس الجهوي في قديماغا في إطار مشاريع مماثلة عمت كافة عواصم ولايات الوطن بتكلفة بلغت 5.5 مليارات من الأوقية القديمة. كما ترون المجلس الآن في تقدم الطابق الأول فاتوفه ومتباركين مع الطابق الثاني. للمناسبة نوجه التشكرات لسيد رئيس الجمهورية على اهتمامه باللامركزية اللي حقيقة ثبت وجودها بهذه المباني اللي موجودة في جميع ولايات الوطن، وهذا ما يدل على اهتمامه الخاص بالمواطنين وتقريب الإدارة من المواطن.
في الحقيقة هذا ما فاجأنا به اللي في برنامج تعهداتي السيد رئيس الجمهورية تعهد على أنه يدور يقرب الإدارة من المواطن، وفعلا هذا بوجود هذه البنايات الضخمة للمجالس الجهوية يعني أنه لا رجعة فيها، وعلى أنه مواكب ذيك، وعلى أنه مصمم على أن المركزية تلعب دورها في التنمية المحلية في جميع الولايات. منشآت عمومية تقدم خدمات أساسية للمواطنين سترى النور خلال الأشهر القليلة القادمة في ولاية قديماقة، مما سيساهم في تحسين مستوى التنمية وتقريب الخدمة من السكان. محمد علي سالك لقناة الموريتانية، مدينة سيلي بابي. تتواصل الأشغال لبناء 50 وحدة سكنية حيث تم إنجاز نصف هذه المساكن من طرف المؤسسة الوطنية لتنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية. المؤسسة بذاتها تتولى الأشغال في قصر العدل وترميم الملعب الرياضي بسيلي بابي. منطقة سكنية بيوتاتها من ماء وتراب وتصاميمها من وحي المعمار الوطني، صديقة للبيئة وعصية أمام التغيرات المناخية. من ضمن 50 وحدة سكنية اكتملت 25 وحدة، بينما تتواصل الأشغال في باقي المساكن التي وضع حجر الأساس لبنائها قبل عام تقريبا، وتعثر استكمالها بسبب ظروف جائحة كورونا. مؤسسة الأشغال المنجزة بالمواد المحلية عندهم كيف تعرفوا من هذا المشروع اللي هو عبارة عن بناء 50 وحدة سكنية من الطين المطغور، خصائصه يتميز بأنه مبني من التربة المحلية، مواد محلية خالصة، الطين والرمل ونسبة قليلة جدا من الإسمنت. هذه 50 وحدة سكنية حتى الآن فتنا عدلنا منها الحمد لله نصف 50% وجاهزة، والآخر قيد الإنجاز. الشركة نفسها تتولى الأشغال في منشآت ومرافق خدمية أخرى كترميم الملعب الرياضي الأكبر في سيلي بابي، والذي يشكل فضاء مناسبا للعب والترفيه، كما تولت كذلك إنجاز قصر العدل بسيلي بابي. بدأنا ملعب الكبير في سيلي بابي، بدأنا فيه الأشغال منذ يومين، وإن شاء الله بعد شهرين إن شاء الله سيكون جاهز للاستخدام إن شاء الله. كنا في تجهيز قصر العدالة وفي أشغاله الحمد لله. إن هذا المبنى المطلي بدهان أبيض هو قصر العدل في قديماغا، سيكون وجهة الحكم بالقانون لتجسيد عدالة يطمح إليها الجميع في البيوت والقاعات الفسيحة والردهات والدهاليز، ما يشير إلى إنشاء مؤسسة عدالة بمواصفات ومعايير ملائمة بحسب الخبراء. ودائما في إطار مشروع عصرنة وتوسعة مدينة سيلي بابي، دشن رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني اليوم المدرسة رقم 13 المكتملة. كما أعطى رئيس الجمهورية إشارة انطلاق بناء إعدادية في مدينة سيلي بابي. تماشيا مع تعهداته بإصلاح التعليم وتجذيرا لمفهوم مدرسة الجمهورية، أشرف رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني على تدشين المدرسة الابتدائية رقم 13 بمدينة سيلي بابي، حيث اطلع رئيس الجمهورية رفقة السلطات الإدارية ورؤساء المصالح الجهوية على هذه المنشأة التعليمية عن قرب، وقدمت له شروح المفصلة من قبل طاقم الإشراف والجهات الجهوية المكلفة بمتابعة التعليم بهذه الولاية. ويظهر مخطط مدرسة التوسعة الابتدائية العمومية التصميم الذي يتماشى مع حاجيات ومتطلبات الأسرة التربوية، إذ تتوفر المنشأة على 8 فصول تستوعب العدد الكافي من التلاميذ، كما ضم المبنى جانبا للإدارة وسكنا لمدير المدرسة. وفي مجال السعي إلى النهوض بمراحل التعليم واستجابة لمطالب سكان مدينة سيلي بابي الخاص بتشييد المنشآت التعليمية وزيادتها، باشر رئيس الجمهورية وضع الحجر الأساسي لإطلاق بناء إعدادية ستكون توسعة وإضافة جديدة سيكون لها الأثر الإيجابي في نتائج التعليم والرفع من مستوياته بالمنطقة. قناة الموريتانية، محمد بلال، مدينة سيلي بابي. وبلغت الكلفة الإجمالية لبناء المدرسة رقم 13 حي التوسعة التي تتآلف من 8 فصول ومباني إدارية 100 مليون أوقية قديمة.
فيما يصل عدد فصول الإعدادية الجديدة 16 فصلا، وتقديرا كلفتها ب 15 مليون أو تقدر كلفتها ب 15 مليون أوقية جديدة على نفقة الدولة الموريتانية. ولاية قديماقة تعزز منظومتها التعليمية بمنشأة ابتدائية جديدة، المدرسة رقم 13 التي كان رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني أعطى إشارة انطلاقة بنائها هنا بمدينة سيلبابي، تمثل إضافة جديدة للنظام التربوي التعليمي بالولاية. ويطمح سكان سيلبابي أن تكون المدرسة وجهة لاستيعاب أبنائهم مع مطلع عام دراسي، تأمل الجهات الحكومية المعنية أن يلبي تطلعات المستهدفين بالعملية التربوية. هذه المدرسة فيها 574 تلميذ، بينهم 304 بنات، وفيها من سنة أولى حتى سنة سات، فيها سنة أولى مرتين، وسنة ثانية مرتين، وسنة ثالثة مرتين، ورابع واحد، وخامس واحد، وسنة سادسة اثنتين. الحمد لله فيما يتعلق بتغطية المعلمين ما عندنا الحمد لله فيهم نقص، معلمين مجدة، عندنا 16 معلم من بينهم مدير المدرسة، وأربعة منهم فرنسيين الثاني معربون. وقد تولت بناء المدرسة إشرافا وتنفيذا شركة إسكان، فاكتملت أركانها المكونة من قاعات للتدريس مجهزة بالمقاعد واللوازم الضرورية، إضافة إلى مبنى للإدارة يضم قاعة اجتماعات ومكتبا للمدير وآخر لمدير الدروس، إلى جانب الملحقات اللازمة وساحة عمومية ضمن محيط المدرسة، مرفق عمومي جديد آخر بالمدينة يلتحق بركب العملية التربوية في الولاية، بناء إعدادية مكتملة بمدينة سيلبابي من قبل وزارة الإسكان والعمران والإصلاح الترابي يأتي ليشكل إضافة للمنشآت التعليمية، مما سيكون له الأثر الإيجابي في سبيل النهوض بالمجال التربوي والتعليمي بالمنطقة. قناة الموريتانية، محمد بلال، مدينة سيلبابي. دائما في إطار نشاطات رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني في مدينة سيلبابي، حيث أعطى إشارة انطلاق توسعة الشبكة المائية في المدينة، وكذلك إشارة انطلاق مسارات ومحاور بناء شبكة الطرق الحضرية. أعطى رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني من المحور الطرقي الرابط بين سيلبابي وقري إشارة انطلاق تشييد شبكة طرق حضرية في مدينة سيلبابي في إطار مشروع توسعة وعصرنة المدينة. واطلع رئيس الجمهورية على مكونات الشبكة الطرقية التي سيتم تشييدها في المدينة، حيث تباشر المعدات والآليات التابعة للهندسة العسكرية مسارات ومحاور الشبكة الطرقية. واستفسر رئيس الجمهورية المشرفين على تنفيذ المشروع حول المعوقات والسبل الكفيلة بتذليلها، كما أعطى تعليماته لمعالجتها بالتنسيق المحكم مع القطاعات المعنية بشكل سريع. ويبلغ طول هذه الشبكة الطرقية 10 كيلومترات، وسيتم إنجازها في مدة زمنية لا تتجاوز 10 أشهر بغلاف مالي يبلغ 1,300,000,000 أوقية قديمة. وتتولى تنفيذ الأشغال فرقة الأشغال العمومية التابعة لقيادة أركان الجيش، فيما يتولى المختبر الوطني للأشغال العمومية الرقابة على هذه الأشغال. وتشمل عملية تشييد هذه الشبكة إخلاء الشوارع وفتح الممرات لتسهيل انسيابية حركة المرور بين مختلف أحياء المدينة، وفك العزلة عن بعض الأحياء الأخرى، وكذا تسهيل الحركة التجارية داخل هذه المدينة. كما أعطى رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني في سيلبابي إشارة انطلاق توسعة الشبكة المائية في إطار مشروع عصرنة وتوسعة المدينة. واستمع رئيس الجمهورية إلى شروح حول مكونات هذا المشروع وتفاصيله ومراحل إنجازه وآفاقه المستقبلية، باعتبار الماء عصب الحياة وهو أساس كل تنمية. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 360 مليون أوقية قديمة، على أن تكتمل الأشغال فيه في غضون 6 أشهر. وتشمل هذه التوسعة 3 مكونات،
بما فيها حفر ومد الأنابيب إلى مختلف أحياء المدينة وفق المخطط العمراني الجديد، وتشييد 39,000 متر من الأنابيب لتصل إلى الأحياء الجديدة التي تم إنشاؤها إثر الفيضانات التي شهدتها المدينة في موسم الخريف الماضي. كما تضم التوسعة توصيلات اجتماعية لصالح 500 أسرة في الأحياء الأكثر احتياجا في مدينة سيلبابي. إلى هذا الحد نودع عائشة علي، كانت تصحبنا بلغة الإشارة. وصلت الأشغال في مشروع توسعة الشبكة المائية لمدينة سيلبابي مراحل متقدمة مع مد الأنابيب في مختلف أنحاء المدينة، وتمتد هذه الشبكة المائية على طول 36 كيلومترا لتزويد مختلف أنحاء المدينة بالماء الصالح للشرب. تتسارع وتيرة الأشغال في مشروع توسعة الشبكة المائية لتزويد مختلف أحياء مدينة سيلباب بالماء الصالح للشرب في إطار مشروع واسع يهدف إلى نفاذ ساكنة المدينة للخدمات الأساسية للماء. وتواصل الآليات الهندسية عمليات الحفر ومد الأنابيب داخل أحياء المدينة على طول 39,000 متر، مع الحرص على توشيها وفقا للمخطط العمراني الجديد لمدينة سيلبابي وتزويد الأحياء الهشة بأكثر من 500 توصيلة اجتماعية. في إطار تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ القزواني في مجال نفاذ المواطنين إلى الخدمات الأساسية وخاصة المياه، يأتي مشروع توسعة شبكة المياه وعصرنتها طبقا المخطط العمراني الجديد للمدينة، وينفذ هذا المشروع من طرف الشركة الوطنية للماء بتمويل ذاتي من الدولة. ويتكون المشروع من ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يتعلق بتحويل الأنابيب بطول 7 كيلومترات وفقا للمخطط الجديد. المحور الثاني توفير شبكة جديدة لتزويد الأحياء الواقعة في المدينة وتوسعة المدينة الجديدة بطول شبكة بطول 39,620 متر، يتراوح قطرها ما بين 75 ملم و 315. المحور الثالث إنشاء 500 توصيلة اجتماعية لصالح الوصار الدخل المحدود. ويؤكد المواطنون في مدينة سيلبابي أن الشبكة المائية القديمة لا تفي بحاجيات السكان من الماء الصالح للشرب، مثمنين مساهمة هذه التوسعة في الدفع من عجلة التنمية. وهذا السكن اللي دارنا بلدنا دار في مولي بلد استراتيجي زين حتى مولي وزيانوا على انه به الماء جايو وقدرون جايو وتوسيعات المياه اللي عدلوا، خاصة شاكرين رئيس الجمهورية باللي عرفنا لانه عاطي نحن هاي ولاية قديمه عناية كبيرة بالعناية اللي ما قد شفنا قاع. مختلف مكونات مشروع توسعة وعصرنة مدينة سيلبابي تتناغم من أجل تحقيق تنمية محلية في هذه المدينة التي عانت عقودا من العزلة والتهميش. تباشر فرق الهندسة العسكرية تشييد شبكة طرق عصرية على طول 10 كيلومترات في إطار مشروع توسعة وعصرنة مدينة سيلبابي. ويشمل هذا المشروع إخلاء شوارع المدينة وفتح الممرات لتسهيل حركة المرور. هي بوادر مخطط عمراني جديد لمدينة سيلبابي تحركت فيه الجرارات والآليات العسكرية لإخلاء الشوارع وفتح الممرات ليتنفس ساكنة مدينة سيلبابي الصعداء بعد عقود من الاختناق بين الأزقة. مشروع تشييد شبكة طرق حضرية تربط بين أجزاء المدينة يشكل المرحلة الأساسية من البرنامج الخاص بتوسعة وعصرنة مدينة سيلبابي بعد الفيضانات التي شهدتها السنة الماضية. هذا المشروع الذي تنفذه الهندسة العسكرية وتشرف عليه وزارة التجهيز والنقل
سيساهم في فك العزلة عن العديد من أحياء المدينة وتسهيل انسيابية الحركة التجارية داخل السوق المركزية لمدينة سيلبابي. باشرت وزارة التجهيز والنقل في بناء شبكة طرق حضرية في مدينة سيلبابي، ووقعت الاتفاقية تنفيذ المشروع مع فرقة الأشغال العمومية والمختبر الوطني للأشغال العمومية للمتابعة والإدارة العامة للبنى التحتية للتنسيق، وتتوزع هذه المحاور على المحور الذي يربط بين الولاية وقري الطريق القديمة، والمحور الذي يربط بين الولاية والسيلو، وعدة محاور في منطقة الترحيل. والوزارة اتخذت جميع الوسائل من أجل الضمان جودة هذه الشبكة وفك العزلة عن الأحياء وربط بعضها بالبعض وتوسيع والتدخل في الشوارع التي تم إخلاؤها في المدينة. وإن شاء الله سيتم تنفيذ هذه الشبكة إن شاء الله طبقا للمعايير الفنية المطلوبة للطرق. هذه الشبكة الطرقية التي تمتد على طول 10 كيلومترات صممت حسب المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة، كما يؤكد ذلك مسؤول المختبر الوطني للأشغال العمومية الذي عهد إليه بمراقبة تنفيذ هذا المشروع. هذه الطرق تتكون من عدة طبقات، طبقة الأساس والطبقة القاعدية والطبقة طبقة بتون بيتي من الأسفلت، طبقة الأسفلت. طبقة الأساس تتكون سمكها 20 سنتيمتر، وكذلك الطبقة القاعدية، ثم الطبقة الأسفلتية تتكون من سمكها 5 سنتيمتر. هذه الطبقات لكل طبقة معاييرها الخاصة، لكل طبقة معاييرها الخاصة، ونحن هنا نراقب تلك المعايير لاحترام الجودة وسرعة وتنفيذ الأشغال. ولا يخفي ساكنة مقاطعة سيلبابي سعادتهم بإخلاء الشوارع والممرات التي تشل حركة الأشخاص والبضائع بين أرجاء المدينة. قضية قدرون مبارك معاه، والناس فاصلة فيه وفاصل الكراكور كامل تفك عن العجلة، وما شاء الله اللي فاتخ كامل على ما يرام هو تقويمنا إن شاء الله. سيلبابي إذا فت تبارك الله ما شاء الله، قدرونات عدوا فت تبارك الله، والله عدوا فت تبارك الله، وعدنا إحنا لكم وهما كنا في عزلة، عدنا هنا دخلوا فت تبارك الله للشيعات فت تبارك الله ما شاء الله، ورانا مهنئين ومشجعين. الغلاف المالي المخصص لتمويل هذا المشروع بلغ 1,300,000,000 أوقية قديمة، على أن تنتهي الأشغال فيه خلال 10 أشهر. ومن نشاطة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني يشرفه مساء أمس في سيلبابي على اجتماع ضم أطر الولاية ومنتخبها ووجهائها وممثلي الفعاليات النسوية والشبابية والمجتمع المدني وجمعا من أطر وجهاء الولاية. وجاء رئيس الجمهورية في بداية الاجتماع التحية للحضور معربا عن سعادته بزيارة هذه الولاية العريقة، ومعربا عن امتنانه للسياسيين والأطر وجهاء ولاية كدماغة على حفاوة استقبال وكرم الضيافة اللذين كان موضعا لهما والوفد المرافق له. وقال إن حرصه على تنظيم هذا اللقاء للاستماع للمواطنين وتبادل الحديث معهم والتعرف على مشاكلهم ورؤيتهم المتبصرة لإيجاد حلول لها. وأفسح رئيس الجمهورية بعد ذلك المجال للأطر والوجهاء من أجل طرح انشغالاتهم والقضايا التي تهم مختلف مجالات التنمية في ولاية قيدماغة. في ردده على مداخلات الحضور، أكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني حرص الدولة على حل المشاكل التي يطالب بها المواطنون، خاصة ما يتعلق منها بالحالة المدنية وتوفير مياه الشرب والتنمية الحيوانية. الآن مشاهدينا الكرام ندعوكم فيما يلي إلى متابعة مقاطع من ردود رئيس الجمهورية على مداخلات المتحدثين في اجتماع الأطر.
أولا حسيت من خلال مداخلات المتدخلين أن ساكنة قيد دماغة عندهم إحساس على أنهم مغبونين، ونختار نأكد لكم على إن شاء الله يدور يعدل الفوقاني قد يصح من المجهود، إياك ما يخلق الغبر. انطرحت مشكلة الحالة المدنية، الحالة المدنية نختار نطمئنكم على أن مقبولة مجهودات مهمة بقدر اللي الموريتانيين كاملين يعودوا عندهم وثائقهم الوطنية. بالنسبة للوكالة اللي مكلفة بالحالة المدنية مراكزها اللي عدلت في الداخل اللي منهم كان ما يشتغل يدور يعدل لهم الحال اللي يعودوا موجود فيه، الجماعة والله الفريق اللي يلا يعود موجود فيه وياك يعود حذر المواطنين من أجل تعدالهم ذوك الوثائق. على المستوى الوطني تنطلق في ذا الأسبوع الدورة تبدأ على التراب الوطني وتعالج الحالات اللي أهلها متضررين، كيف شار بعض قبيل المتدخلين على أنهم يعدل لهم التسجيل، يعدلوا لهم الماهية غير ما يرجعوا لهم تواقط ولا يرجعوا لهم أجوبة، ذاك مكلفة به ذيك اللجنة والدور تستأنف عملها من جديد بالعجلة، والدور تبدأ ولاية قيد دماغة من الولايات الأولى لا تبدأ بها إن شاء الله. إشكالية الماء والتزويد بالماء فعلا مطروحة في قيد دماغة بها اللي ما فيها ياسر من الماء قد يستخرج بالحفر، غير ما بعيد منها النهر، وكيف شاروا بعض المتدخلين والله قالوها قاع كاملين، هي أكثر ولاية يجيها الماء في موسم الخريف ويمشي ذا الماء كامل متدفق شور النهر، وهذا مؤسف. إذا إن شاء الله يدور إنشاء بالعجلة شن هي الصيغة المناسبة من أجل حل مشكلة الماء، دور ينحل منها الشيء ودور يبتدأ فيها تدريجيا مشكلة السدود اللي انطرحت إن شاء الله يدوروا يعني يخرص فيها، ولا شك على أن قد دماغة يدوروا يعدلوا فيها سدود ويقدوا ما يعدلوا السدود الثلاثة اللي انشار لهم في بلد اللي واخذين على الأودية الكبار الثلاثة، يا غير بعد بالعجلة يدور يعدل سد ويدور إن شاء الله يعدل برنامج في ذا الإطار، إياك يمكنه قد دماغة من يستغلوا ماهم في أخبار الزراعة وفي أخبار الماء الشروب مد إن شاء الله، في أخبار التنمية الحيوانية والألبان واللحوم، هذا موضوع مهم جدا وتكلمت عنه الأخت قبيل وذكرت على الموريتاني عندها ما يزيد على 20 مليون من الحيوان، وأنها تستورد عن علم مداخلة الأخت حفصة كان اللي ذكرت أشياء مهمة جدا في أخبار الألبان وفي أخبار أن موريتانيا عندها قدر من المقدرات في هذا المجال وأنه ما هو مستغل، هذا صحيح فعلا. إحنا عندنا ياسر من الحيوان وياسر من اللبن ونستوردوا قريب من 40 مليار من اللوجية القديمة اللي هي 4 مليارات من اللوجية ورك، نستوردوا ذاك القدر من الخارج، وهذا فعلا يلا الآن شوفوا حسن هي الحالة اللي نعود وما نتم وذنبتنا. وفي ذا الإطار دور عود الجهات المعنية متباركين مع دراسات يشوفوا شن هي الحالة اللي تعود ألبان نستغلوها ونشربوها وثمن هم اللي يدخل المنمينة. الموضوع فعلا مهم ولا شك على أنه فيه قدر من الصعوبات، يا غير بعد كيف قلت لكم يدور إن شاء الله يندرس، ولأنه لا شك على أنه لا وقدم فيه شيء يدور يزي ياسر في 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 في, في, في إطار التنمية تنمية البلد وخلق ياسر من تثمين كذلك منتجات البلد. فيما يخص التعليم كيف انشار لهون وقالوا بعض المتدخلين وبعض الإخوة اللي عندهم تجربة وعندهم تاريخ
في خدمة البلد، في موضوع التعليم. التعليم هو أساس كل شيء، وأساس كل تنمية، وأساس كل نهوض بالبلد، وأساس كل تقدم. احنا هدفنا فيه على أن تعود عندنا المدرسة الجمهورية اللي فيها أولاد الموريتانيين كاملين، ويعودوا يشعروا فيها بالتساوي والمساواة والعدالة والأخوة والتآخي. في عنصر أساسي هو القائم عليه التعليم، اللي هو المعلم، اللي هو الأستاذ، اللي هو المدرس. وفي ذي المناسبة نختار أن القائمين على التعليم من جميع مستوياته في المجهود الكبير اللي يبذلوا واللي مواكبين به هذا مشروع التعليم اللي نهدفه له كاملين، واللي كيف قال قبيل فيه إصلاح للتعليم، وفيه تفاني من طرفنا كاملين، والقدامي منا أسرة التعليم اللي هم المعلمين والمدرسين، في حالة نهضوا بها ونقدموا بها هذا المشروع، ومتأكدين على أن بدونهم هما ما يقدر يعدل شيء، يا غير في نفس الوقت حاسبين عليهم على أنهم يواكبوا هذا، وقايلين لهم على أن متفهمين ظروفهم وشوفوا تضحياتهم اللي عدلوا، وبمقابل حالتهم مطروحة علينا دائما، واللي قد يعدل فيها يدور يتم لا يقدم إن شاء الله إليه. فيما يخص طرق وفك العزلة عن بعض المناطق، يدور إن شاء الله ذاك اللي قد يعدل في ذاك. نختار نأكد لكم على أن بعد شهرين والله لتشهر إن شاء الله الدور تنحل مشكلة وليانجا ومشكلة غابو. يعود ذاك إن شاء الله من خلال الطريق اللي تربط بين كنكوصة وهامد وليانجا والعبولي وسيلي بابي وغابو. لا شك على أن هذا الطريق يدور يجيو على ليد العربية عنها وعلى ليد العسرية قدر من المدن والبلديات اللي مهم ربطهم ومهم فك العزلة عنهم. غير وجود هذا الخط لا شك على أنه يدور يقلل ويسهل في حالة تعود ذوك البلديات وذوك القرى اللي قريب من, 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 من الطريق، يدور يعود على كل حال لا يستفيد ويساهم ذاك فك العزلة عنهم. كون من اللي غاب وما فيه الكهرباء أرانا سمعناها إن شاء الله، ويدور لا ينشاف ذاك اللي قد يعدل في الموضوع بالعشرة. ثار كذلك مجهود النساء اللي قوموا به في هذه الولاية. أراني محيي الأخوات النساء في هذه الولاية كاملة، ويالتنا كاملين نشجعوا مجهودهم اللي قوموا به. وفي ذا الإطار إن شاء الله دور الدولة تعطي التعليمات للجهات المعنية، وبصفة خاصة التآزر وليك الجهات كاملة اللي تقد تساعد على أن الأخوات على أنهم يشجعوا على عملهم، ويشجع عملهم على يعود عنده قيمة ويثمن ذاك إن شاء الله، ويدور يخلقوا فيه خطوات إن شاء الله. كذلك الشباب في هذه الولاية ما فايتنا المجهود اللي قائم به، ويدور يعدل إن شاء الله بعض التصور، وينعطاه تعليمات للوزارة المعنية على أنها تزيد عنايتها إن شاء الله بشباب ولاية قدمها. في إطار المحافظة على البيئة، محافظة على البيئة قطعا على أنها أساسية، به اللي البيئة هي المحيط اللي عايشين فيه، وهو المحيط اللي عايش فيه الحيوان، وهو المحيط اللي تعدل فيه الزراعة، وهو المحيط اللي فيه الماء اللي ندوره يصلح ونشربه به، ذا كامل وغيره هو اللي كون البيئة. وهون نختار نعلمكم على أن الحكومة عاطية عناية كبيرة للوزارة اللي مسؤولة عن البيئة والتنمية المستدامة. يا غير نختار كذلك بالمقابل نذكركم على أنكم أنتم كمواطنين وكوجهاء وكفاعلين سياسيين وكمنتخبين مسؤولين مع الحكومة
عن البيئة وعن حمايتها. بها للبيئة تنقال كل صدراية وتنقال كل بلد فيه تقضي فيه الحريقة. وقطعا على ما يقدر يلحق وزارة من الكبر ولا من كثرة الوسائل اللي تقدر تعود سهرانة على كل بلد في موريتانيا. وبالتالي دور المواطن مطلوب إلينا ذاك على أنه يعود إيجابي في المحافظة على البيئة. فالموضوع يتعلق بإظهار حد من الشباب يتعلق بالأمن المدني اللي هو أخبار الحريقة وإطفاء الحريقة وذوك السيارات وذوك الفرق اللي يعود يعني من ذوك الأمور. فعلا احنا بلدنا ما هو ولاية بصراحة قد دماغها وحدها هي اللي ما فيها وحدة من وحدات الأمن المدني. فما أكثرية الولايات العاد ومام كاملة ما فيهم ما عندنا ذيك المعدات فيهم. يا غير دور عود إن شاء الله مبارك مع طريقة يوفر فيها بعض الوسائل في عواصم الولايات في مرحلة أولى. ودور عود إن شاء الله هو ذي الولاية معنية بذلك إن شاء الله. كذلك طرحوا الشباب وطرحها غيرهم مشاكل على ضرورة وجود مصالح متخصصة في مجال الصحة في المستشفى. هذا طلب مشروع وملح فعلا ويدور ينشاف مع وزارة الصحة اللي قد يعدل فيه. يا غير مملي نختاركم كمواطنين تعودوا تعرفوا على نفس الحالة عندنا في أغلبية المستشفيات اللي في الولايات. ورواية ما هي سهلة بها اللي هذا النوع من سد هذا النوع من الفراغات والله سد النوع من العجز ما يقدر يعدل بالفضة ولا بتمويل يجبر نتيجته ذاك الوقت والله نهار من قد. به اللي تكوين وتكوين المصادر البشرية وتكوين الأطباء وتكوين تخصصات الأطباء. وهذا كيف شار القبيلة بعض المتدخلين ضروري بعد غير يدور عود مازال فيها إلى أرك مازال فيها عجز. ويدور بعد إن شاء الله يتم اللاي وقدم باللي مذكر أعلن بعض المتدخلين قبيلة منهم كان هديا ومنهم دادية كاميرا كلهم اتطرق على موضوع ذنبتو مهم جدا وطرقت كمبو على الشيء ذنبتو ذا كامل صحيح. يا غير في شيء يتطلب وقت اللي أكيد أعلن اللي قد ينسد من ذاك العجز ومن ذيك الفراغات يدور ينقبضوا له التدابير واللي ما يقد ينسد يكون مع الوقت يدور يحاني الوقت به اللي يحاني الوقت اللي كافي لتكوين الأطباء وتكوين متخصصين. أنا هنا في ذا الإطار نقول لكم شيء نعرف على أنه مرة يعود معهم هناك عندكم ولا فيه تلبية رغباتكم غير نختاركم هم اللي نعودوا كاملين كمواطنين على نفس الاطلاع اللي فيه أمورنا وياك نعود ونعرف وذاك منها اللي قد يجبر حلول بالعجلة وذاك اللي قد يحاني شوي وذاك اللي لا بالدار من يحاني أكثر من ذاك. طرق بعض المتدخلين على المواطنين الموريتانيين في الخارج. المواطنين الموريتانيين في الخارج نختار نحيوهم كاملين بهم اللي وجودهم في الخارج ما يمنعهم من يهتموا بالبلد يساهموا في تنمية البلد ويساهموا في إعمار البلد. ونختار نعطيكم هون من الأخبار على أن الجالية الموريتانية في الخارج في هذا الوباء اللي مجتاح العالم على أن مواطنيننا في الخارج سواء منهم النساء والرجال كأطر ساهموا مساهمات جيدة جدا في حالة يتخطى بها البلد الوباء اللي منهم أطباء كانوا يجابروا ويتعطاوا الرأي ويمشوا وزارة الصحة بآرائهم وإن شاء الله يعدل واللي منهم اقتصاديين يخرصوا للفترة ويعرفوا لأنها فترة صعيبة على العالم كامل ويتخموا في بلدهم
ويعدلوا ورشات واجتماعات ويقولوا لا نمشوا بلدنا بمقترحاتنا في المجالات الاقتصادية وفي المجالات التنموية. واللي منهم يشتغل في هيئات ثانية ساهم واللي زاد هو في ياسر من الأمور من أجل مساعدة البلد في الظروف اللي هو فيها. كذلك اللي منهم يشتغل بيدي مساهم زاد هو مؤلف بناء البلد. إذن نختار من هون نحيو الموريتانيين كاملين اللي في الخارج، شباب ونساء ورجال وكهول، ونقدروا لهم كاملين التضحية اللي قائمين بها من أجل البلد، مضحين بالغربة ومضحين بالابتعاد عن أسرهم وبالابتعاد عن أخوتهم وأخواتهم غير هذا من أجل شيء. إذا نختار كنا نعرجوا عليهم كاملين. فيما يخص ساكن اللي انثار في موضوعهم اللي هو أخبار تعدد الجنسية، ذاك قيد الدراسة ولهم من سي تدارسوا القطاعات اللي معنية به ويدور إنشاف ذاك الله قد يخلق فيه. فيما يخص موضوع اللامركزية اللي أطرق عليه هون، في البداية نشكر المنتخبين اللي دخلوا النواب والعمد مع شكر رئيس المجلس الجهوي طبعا، ونعلمكم على ان اللامركزية خيار وما فيه رجعة ويدور يواكب ان شاء الله بالطرق اللي مناسبة، لانه يقرب الخدمات والإدارة من المواطنين، والمواطنين هما الاهتمام بهم والاهتمام بخدمتهم هي جوهر الأمور عندنا، ولأنه كذلك عنده دور كبير اللي هي اللامركزية في التنمية المحلية، والتنمية المحلية لين تعود خالقة والله خالق من هالشي يعود ياسر من هذه المشاكل اللي طرحوا المتدخلين، تعود أقل قبيلة فيها الصعوبات والله قاعد تعود ياسر منها جابر حلوا محليا. وبالتالي فيما يخص باط ذا المجال اللي هو اللامركزية نذكر قبيل على أنها يا الله ينعطى لها الاهتمام، ونختار نأكد لكم على أن عاطينها الاهتمام. شاكني دار نعود طرقت على معظم النقاط والله الأمور اللي كانت في اهتمامات المتدخلين بصفة عامة، وشاكرهم كاملين على مداخلاتهم اللي كانت قيمة وكانت في صميم الموضوع وكانت عندها قدر من الشمولية بقدر اللي تعود معنيين بها السكان بصفة عامة كاملة، وعلى الأقل جزء منهم ساكن في منطقة معينة. فيما يخص الموضوع الأخير اللي عندي طرحه بعض أحد من المتدخلين فيما يخص مجموعة من الناس أخبار التراب هون في سيدي بابي، الوزيرة هون الدور تعود ظاهر يعني الدور تعود قبلت ذاك ويدور الشاف ملي إن شاء الله وذاك اللي يعد فيه. شكرا على قبولك. الآن ننتقل بكم إلى مدينة الواديبو، حيث أشرفت السيدة الأولى مريم بنت محمد فاضل والداء بدار الشباب اليوم في حي الترحيل على انطلاق برنامج دعم التعليم قبل المدرسي الذي يدخل ضمن برنامج الإقلاع الاقتصادي. ويندرج هذا البرنامج الثلاثي الأبعاد الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ضمن تنمية الطفولة الصغرى وتمكين المرأة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة. يتنزل إشراف حرم رئيس الجمهورية الدكتورة مريم بنت محمد فاضل ولداه على إطلاق مكونة دعم التعليم ما قبل المدرسي بحي الترحيل بداخلة واذيب وضمن عملية انطلاقة البرنامج الموسع للإقلاع الاقتصادي. وتندرج مكونة دعم التعليم ما قبل المدرسي ضمن البرنامج الثلاثي الأبعاد الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة والمتمحور حول تنمية الطفولة الصغرى وتمكين المرأة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة. إنه لشرف كبير لي
أن أكون حاضرة في هذا الجمع الكريم الذي يلتئم اليوم في مدينة واذيب على خلفية اجتماعية قوامها مؤازرة الفئات المهمشة من المجتمع، والتي تستحق أن تولى من العناية والاهتمام ما يؤهلها لأن تكون منتجة فاعلة ومؤثرة تأثيرا إيجابيا يضمن لها الحياة الكريمة في علاقة أخذ وعطاء لا تنفصم عراها مع بني جنسها. أيتها السيدات والسادة، إن إشرافي وإياكم على إطلاق الأنشطة المتعلقة بالتكفل بنفقات ولوج الأطفال المنحدرين من الأوساط الهشة إلى الرياض الخصوصية، وكذا فتح قسم خاص للتوحد يهدف إلى دعم التعليم ما قبل المدرسي بوصفه أولى لبنات التنشئة التربوية السليمة. ومن جهة أخرى، فأنشطة اليوم تأتي دعماً لبرنامج قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة البناء، والذي يشمل الأسرة والفئات الأكثر احتياجاً، ويعمل على تمكين ودمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتي ستكون ساكنة واذيب في مقدمة المستفيدين منها. ولا يسعني إلا أن أهيب بالدولة في أن تواصل تنفيذ مشاريع تمويل الأنشطة المدرة للدخل لصالح النساء والفتيات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وكذلك أملنا كبير في الفاعلين الاقتصاديين الخيرين لدعم وتشجيع كل المبادرات التي تخدم تعليم وتكوين هذه الفئات. باسمي وباسمكم جميعا أعلن على بركة الله انطلاقة البرنامج الرئاسي الموسع للإقلاع الاقتصادي من خلال دعم حدائق الأطفال من واذيب ونواكشوط لفائدة 1736 طفلا من أبناء أسر هذا الوطن الحبيب. وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة أكدت أن قطاعها يسعى لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين المدرجين ضمن خططها التنموية. إنه لشرف لي كبير أن أكون معكم اليوم ضمن فعاليات إطلاق البند الخاص بدعم التعليم ما قبل المدرسي، تنفيذا لبرنامج الحكومة التي تولي عناية خاصة للطفولة الصغرى باعتبارها أساس التنمية الاجتماعية ومبتدأ المنظومة التعليمية. وانطلاقا من ذلك عد القطاع برنامجا طموحا يتصدر أبعاده الثلاث توسيع عرض خدمات التعليم ما قبل المدرسي ليشمل الأسر والفئات الأكثر هشاشة، إضافة إلى البعدين المتضمنين ترقية المقاولات النسوية وتمكين ودمج الأشخاص والاحتياجات الخاصة. وفي هذا الإطار أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لحرم فخامة رئيس الجمهورية الدكتورة مريم محمد فاضل ولده على اهتمامها بالفئات الهشة من المجتمع وأياديها السخية التي لا تفتأ تقدم الإعانات المادية والمعنوية لمؤازرة مواساة القانونيين والمتعففين، وهو ما تترجمه اليوم بإشرافها المباشر على إطلاق برنامج تكفل بالنفقات ولوج رياض الأطفال الخصوصية بالنسبة للأطفال المنحدرين من الأوساط الهشة وفتح قسم خاص للتوحد في واذيب. عمدة بلدية واذيب رحب بهذه الخطوة معبرا باسم السكان عن ارتياحه الكبير بهذا الاهتمام بالأم والطفل. وهذا نحتسب أنه تشجيع لمدينتنا وتشجيع لمؤسساتنا الإدارية والأمنية والبلدية اللي واقفين في هذه المدينة اللي عاصمة اقتصادية ومدينة موريتانيا كامل. نختار نقول السيدة حرم الرئيس عن واذيب وموريتانيا كامل عن شو عدل فيه يلحق جميع القرى وجميع المدن وجميع التجمعات به اللي ما فيها اللي ما أقل أولادهم يشتغلوا ويمشوا له الفضة موت الشهر. وفي العادة لا بد أن نقوله الوزارات والبرامج الوطنية نواذيبوا يزمق منهم دائما، يحتسب أنه مدينة غنية يا غير في الحقيقة نواذيبوا فيه الناس اللي ما تشتغل وفيه الناس الضعاف وفيه الناس الفاصلة، ويالله يعود البرامج الوطنية كاملة يحضر فيهم. وعلى هامش الحفل قدمت نماذج من الدعم الغذائي للأطفال الذي قدمته مفوضية الأمن الغذائي، كما تم التوقيع على عدة اتفاقيات تضمنت اتفاقية تسليم روضتين عموميتين للأطفال لصالح بلدية واذيب من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة،
وكذا توقيع اتفاقية دعم أكثر من 20 روضة أطفال بين القطاع المعني والمربيات. لقناة الموريتانية عبد الله والزبير وذيبو. كما أشرفت حرم رئيس الجمهورية السيدة مريم بنت محمد فاضل ولده بمدينة وادبو كذلك على تدشين مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال بن وادبو. أعزائي، هذا تدشين هذا المركز في إطار تخليد اليوم العالمي للطفل تحت الرعاية السامية لحرم رئيس الجمهورية الدكتورة مريم بنت محمد فاضل ولده. يأتي تدشين مركز الحماية والدمج الاجتماعي ضمن فعاليات تخليد اليوم العالمي للطفل. وبقطع الشريط الرمزي إذانا ببدء تشغيل المركز، تجولت حرم رئيس الجمهورية ووفدها المرافق بمختلف قاعات المركز، حيث قدمت لها شروح من طرف القائمين على المركز التابع لقطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. ويحتوي هذا المركز الاجتماعي على قاعات للتعليم عن بعد والتأطير والتغذية والمعيشة والتأهيل النفسي، إضافة إلى التكفؤ بالأطفال المهاجرين غير النظاميين من الجنسين. حفل الانطلاقة شكل مناسبة لمديرة المركز لشرح المهام الموكلة إليه في دعم منظومة الأطفال فاقدي السند العائلي. تندرج حماية الأطفال ذو الوضعيات الصعبة في طليعة برنامج تعهدات لفخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، حيث يولي اهتماما خاصا للفئات الهشة والأكثر احتياجا وخاصة الأطفال. وعملا بذلك تسهر حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد والبلاد على تنفيذها. ومن خلال ذلك يسعى مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال إلى المساهمة في حماية الأطفال ذوي الوضعيات الصعبة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في الوسط الطبيعي للمجتمع من خلال فروعه في كل من كيفا ونواذب وروسو ونواكشو. ويتلقى الأطفال داخل هذه المراكز مجموعة من الخدمات والبرامج التأهيلية، من بينها التكفل التربوي والصحي والنفسي والرياضي والترفيهي والغذائي. وقد استفاد من خدمات هذا المركز 8780 طفل تم دمجهم فيما بين الدمج المدرسي والمهني والأسري والأطفال فاقد السند العائلي في أسر متكفلة بديلة. المستشار الأول للسفير الإسباني بموريتانيا السيد جورج ألزينو فيغو أكد بهذه المناسبة أن الشراكة الموريتانية الإسبانية في هذا المجال تتقدم باطراد، معربا عن استعداد بلاده لمواكبة موريتانيا في مجال الطفولة. ومن مركز الحماية والدمج الاجتماعي لأطفال بن وادبو انتقل وفد حرم رئيس الجمهورية إلى المركز الصحي البلدي ببغداد للأمومة والطفولة التابع لبلدية وادبو. ودخل المركز الصحي قدمت لحرم رئيس الجمهورية شروح حول مهام وعمل المركز الصحي البلدي للأم والطفل التابع لبلدية وادبو والخدمات التي يقدمها والإكراهات التي تواجه القائمين عليه. ويضم المركز البلدي عدة أقسام تقوم بتقديم العلاجات في مجال الأمومة والطفل للمواطنين بطاقم طبي متكامل ومتمرس من مختلف التخصصات. لقناة الموريتانية عبد الله والزبير وذيبو. وينضم إلينا من مدينة سيلبابي محمد والبلال مفدنا إلى هناك. مساء الخير محمد. مساء النور زميلي، حياك الله. فخامة رئيس الجمهورية أدى زيارة دامت يومين لهذه الولاية، ولاية قدماغة، وفيها أشرف بمدينة سيلبابي على تدشين العديد من المشاريع، منها ما هو صحي وتعليمي وخدمي. ما أصداء هذه الزيارة على مستوى مدينة سيلبابي؟ شكرا لك زميلي، تحية لك ولمشاهدي قناة الموريتانية. فعلا هذه الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني إلى ولاية قدماقة، وبالتحديد هذه العاصمة سيلبابية التي كانت تشهد أنشطة كبيرة جدا قام بها فخامة رئيس الجمهورية خلال اليومين. فعلا كما تفضلت مست جوانب كبيرة تتعلق بالحياة المواطن بشكل عام، منها ما هو الصحي، ومنها كذلك ما هو المتعلق بمجال التعليم، وكذلك بمجال شبكة الطرق، وكذلك الخدمات الأخرى الأساسية.
دعني أقول أن أصداء وردود الأفعال على هذه الزيارة منذ البداية من ليل البارحة بعد اللقاء الذي أجراه رئيس الجمهورية كانت واضحة وجلية على محيا سكان هذه الولاية، خاصة هنا في مدينة السيليبابي. الأثر واضح، أن الارتياح لهذا اللقاء الذي كان صريحا بين المواطنين ورئيس الجمهورية تطرق لمجمل القضايا المطروحة في هذه الولاية. رئيس الجمهورية كذلك نفسه أحس بما تقدم به السكان هذه الولاية من مطالب، وبدأ ذلك واضحا وجليا من خلال ردود رئيس الجمهورية. دعني أقول أنه اليوم كذلك من خلال التحرك هنا على مستوى الميدان في الأنشطة التي قام بها رئيس الجمهورية، دليل ومؤشر واضح لدى سكان هذه الولاية بأنه هنالك اهتمام وهنالك توجه جديد نحو القرب من المواطن والتوجه نحو الإصلاح. هذا ما لمسناه من خلال ردود الأفعال الأولية على هذه الزيارة. دعني أقول أن مجال التعليم ومجال كذلك المياه الصالحة للشرب ومجال الخدمات الأساسية في هذه الولاية هي موضع واهتمام سكان الولاية والمناطق التابعة لها. هنا في هذه الولاية كان كل شيء واضح، لأن هذه الولاية يقول السكان فيها أنها منطقة بعيدة جدا ونائية وريفية وتحتاج للكثير من الإصلاحات. دعني أقول أن اللقاء الذي أجراه فخامة رئيس الجمهورية كان يعني بمثابة إن صح التعبير البوابة والباب الذي يمكن الدخول منه إلى فهم تطلعات سكان هذه الولاية. فيه كذلك جوانب أخرى وقضايا أخرى مطروحة هنا في هذه الولاية تتعلق بمشكل أو عمق أو طرح أو تحليل، إذا أمكن القول، ما يقال له اللامركزية، وبالتالي يعول المنتخبون في هذه المدينة أن تعطى لهم فسحة في هذه المجالات. وكانت الردود عليه شافية وواضحة من فخامة رئيس الجمهورية. السيد محمد بن بلال، حدثتمونا من مدينة سيليبابي، شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات. وهنا في نواكشوط أشرف وزير الدفاع الوطني رفقة وزير الداخلية واللامركزية وقائد أركان الدرك الوطني صباح اليوم في مقاطعة السبخة بولاية نواكشوط الغربية على تدشين منشآت جديدة تابعة لقيادة أركان الدرك الوطني. وتدخل هذه التدشينات المنشآت المنجزة في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الخمسية 2020-2024. سيمفونية الموسيقى العسكرية وهي تواكب الأحداث الوطنية تعزف هذه المرة في مقاطعة السبخة عند مدخل المبنى الجديد لسرية الدرك المتنقل، وذلك في مستهل التدشينات التي يشرف عليها وزير الدفاع الوطني السيد حنا والسيدي مواكبة لذكرى 60 لعيد الاستقلال الوطني. وزير الدفاع الوطني رفقة وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم المرزوق وقائد الدرك الوطني الفريق سلطان نور محمد الأسود أشرف في عين المكان على تدشين مجمع متكامل يضم من بين مكوناته الأساسية مقرا لسرية الدرك المتنقل تتوزع فيه المباني بين السكن مجهز بكافة اللوازم التي يحتاجها الدركي أوقات الراحة وتشجعه على التضحية والتفاني أوقات الدوام، مع مرافق أخرى لا تقل أهمية مثل مركز للحراسة والمداومة على مدار الساعة إلى جانب مرآب للسيارات تم تشييده على مساحة تسع 50 عربة من سيارات حفظ النظام. رئيس مكتب الثكنات بقيادة الدرك الوطني العقيد النمين وليسلم عربيه واكب الضيوف بالشروح وتحدث أمامهم عن طبيعة هذه المنشآت. تتكون هذه المنشآت من موقعين، الموقع الأول والذي نتواجد فيه حالاً يتمثل في مقرات فرقة من الدرك الإقليمي معززة بسرية من الدرك المتنقل، ويدخل هذا في إطار تعزيز الأمن الجواري ومكافحة الجريمة في الوسط الحضري
على مستوى مقاطعة السبخة. أما الموقع الثاني فهو عبارة عن مرآة للسيارات على المستوى المركزي، يتسع لستين سيارة بهدف وضعها في ظروف ضامنة لاستمرار جاهزيتها للاستخدام، وهو بذلك يشكل احتياطا عملياتيا لقيادة الدرك الوطني. وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق دشن أيضا في محيط المجمع مبنى مخصصا لفرقة الدرك الإقليمي يتكون من طابقين اثنين، تم بناؤه وتجهيزه من طرف قيادة الدرك الوطني في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الخماسية 2020-2024 التي تبنتها الحكومة ضمن مساعيها الرامية إلى تعزيز وتطوير المنشآت العسكرية في بلاد. وفي مباني القيادة أزاح وزير الدفاع الوطني الستارة عن اللوحة التذكارية إذانا بتدشين المرآب الاحتياطي للسيارات الخاصة بالدرك الوطني، ويتوقع من هذه المنشآت الجديدة أن تساهم في الحفاظ على جزء كبير من مخزون الدرك الوطني من السيارات حتى تطلع بدورها المطلوب في الميدان. نعود إلى ولاية داخلة الوادي بو، حيث عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري صباح اليوم بمدينة الوادي بو اجتماع عمل مع فاعلي قطاع الصيد التقليدي والشاطئي. وتناول اللقاء نقاش أفضل السبل لضمان احترام منتظم لتسيير الثروة البحرية بشكل مستديم، خاصة مصائد الأخطبوط. في إطار ترقية منظومة الصيد البحري وزيادة مردوديته ضمن سلسلة الإنتاج الوطني، تحتضن قاعة الاجتماعات بولاية داخلة وذيب اجتماع عمل بين وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد عبد العزيز ولداهي وفاعل قطاع الصيد التقليدي حول كيفية ضمان احترام أكبر لقواعد تسيير صيد الأخطبوط. في مستهل اللقاء استعرض وزير الصيد والاقتصاد البحري أهمية الاجتماع الذي يبحث أفضل السبل لتغيير واقع الصيد التقليدي وجعله منتظما بما يحافظ على ثروة السمكية الوطنية. وأمام الحضور قدمت عروض تناولت وضعية المخزون السمكي من الأخطبوط وكيفية إدارة الحصة النسبية الإجمالية للصيد التقليدي في الأعماق ضمن رؤية تعتمد استدامة الموارد وضرورة المحافظة عليها. اخترنا نعدل لهم ذاك العرض، نذكروا فيه شوي حكم الحصص هذو اللي قالوا لي سيستم دو كوتا ولي كونسيسيون، وهمهم اللي ذكرناهم بان هذا كامل مستند على شي قالوا لي تاك لو توتال ادميسيبل لو كابتير، وبانه هو ان لين روج حد يالته يعود يحترم ذوك لي لين روج اللي يقدوا الخطوط الحمراء اللي يقدوا ياثروا على استدامه الثروه الى عادوا ما هم مقبولين بعين الاعتبار. مداخلات الحضور من فاعل قطاع الصيد التقليدي والشاطئي تحدثت عن جملة من التحديات التي تتعلق بنظام الحصص وكيفية الولوج إلى الثروة السمكية ونظم الاستغلال داعية للمحافظة على الامتيازات التي حققها الصيادون التقليديون خلال السنوات الأخيرة. هذا اللقاء مهم لأنه يجمع الوزير وطاقمه مع الفاعلين في القطاع يتعاطون الأرية خاصة في هذا الأخطبوط، لأن الأخطبوط مهم استراتيجي نحن، لأن عندنا آلاته كاملة، عندنا سفن وعندنا خلق وعندنا تسويق، وأصبح أساسي واستراتيجي الموريتانيين، والدولة أعطاته أهمية كبيرة لأنها أعطاتهم 15 يوم عقب الجوار و 15 يوم سابقهم. هذه مبادرة حسنة به اللي الحمد لله في تقديم العرض اللي وعدلونا أجبرنا ياسر من المعلومات، من المعلومات على قضية الأخطبوط واستقلاله وجميع جوانب استقلاله، وكان مهم غير لا عندنا بعض من التحفظ على بعض من الأمور اللي انقالت فيه. وزير الصيد والاقتصاد البحري في ردوده على المتدخلين أكد أهمية هذا القطاع المحوري في نسيج الاقتصاد الوطني، مبرزا عزم السلطات العمومية العمل على تنظيمه طبقا لمسطرة تنفيذ استراتيجية القطاع لسنوات 2020-2024. الفاغولي الشيباني، قناة الموريتانية، نواذبو.
كما عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد عبد العزيز ولداه اليوم بقاعة الاجتماعات بولاية داخلة وذيبو اجتماع عمل مع فاعلي مصانع الدقيق وزيوت السمك، وخصص اللقاء لبحث سبل تحسين القيمة المضافة لأسماك السطح. واستعرض وزير الصيد والاقتصاد البحري في بداية الاجتماع ما توليه السلطات العمومية من أهمية لتثمين وترقية منتجات أسماك السطح التي تقدر سنويا بما يزيد على 1,300,000 طن سنويا. وخلال هذا الاجتماع تابع السيد الوزير عرضا قدمه مدير استصلاح الثروات والدراسات السيد لمينا كامرا، تناول فيه أهمية صيد أسماك السطح وما تسهم به في ظل ما هو مسجل من عدم الالتزام بدفتر شروط وغياب القيمة المضافة لهذه الصناعات التحويلية. وبالعودة إلى العاصمة، شرف المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية بولاية نواكشوط الشمالية على حفل تدشين مركز تكوين الفتيات بمقاطعة دار النعيم، وذلك بحضور حاكم المقاطعة وعمدتها. حفل التدشين تطرق خلاله عمدة دار النعيم السيد ممهو للقطب الممل للأهمية التي يكتسبها هذا الصرح من خلال خلق بيئة مناسبة للفتيات تمكنهن من المشاركة الفعالة في المجتمع. أما ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة ببلادنا السيد مارك ليس، فقد ثمن جهود السلطات العمومية الرامية إلى تحسين وضعية الفتيات، ومعبرا كذلك عن شكره لبلدية دار النعيم على التسهيلات التي منحت لمنظمته من أجل بناء هذا المركز. بدوره رئيس الشبكة الوطنية للتجمعات الشبابية السيد حمو الصوفي تطرق في ذات المناسبة إلى المكاسب التي سيوفرها مركز للفتيات، خاصة التكوين والتدريب في مجالات مختلفة. خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الإدارة العامة للصحة، بيّن المدير العام للصحة أن عدد الإصابات اليوم بلغ 41 إصابة، وعدد حالات الشفاء 7 حالات وحالة وفاة 1. وفيما يلي نص البيان. مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليومية حول جائحة كورونا في بلادنا، وتتميز اليوم بتسجيل 41 حالة جديدة، من بينها حالة مخالطة و 40 حالة مجتمعية، كما تتميز بتسجيل 7 حالات شفاء و بسقوط شهيد نحتسبه عند الله، وهكذا يكون عدد الحالات إجمالا وصل اليوم إلى 8,075 منذ بداية الجائحة، منها 7,572 من المخالطين و 321 من الحالات المجتمعية و 182 من الحالات الواردة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء من هذا المرض 7,561 وسقط جراءه 169 شهيد يرحمهم الله جميعا. أما اليوم فلدينا 345 حالة نشطة، منها 333 بدون أعراض و 9 حالات لديها أعراض خفيفة و 3 حالات في وضعية أخطر من ذلك. أما بالنسبة للفحوصات فتتمركز أساسا في منطقة نواكشوط، حيث وصل عدد الفحوص ما يزيد على 500 فحص اليوم، كما أجري عدد أقل من ذلك في مختلف الولايات كولاية نواذيبو حيث أجريت 70 فحص، وأعداد متفرقة ما بين 3 و5 وما دون 10 فحوص في مختلف الولايات الأخرى. أما الحالات الجديدة التي سجلت فتتوزع على النحو التالي: 1 من الطينطان، 24 من تفرق زينة، حالة 1 من دار النعيم، حالتان من تيارت، 3 حالات من توجونين، 7 من عرفات، و3 من الرياض. تصدر موضوع التحسيس والتوعية حول جائحة كورونا اليوم خطب الجمعة في المساجد على عموم التراب الوطني،
في ظل الموجة الثانية من هذه الجائحة. في هذا السياق حث الأئمة جمع المصلين على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا في دورته الثانية. موجة جديدة وارتدادية لفيروس كورونا تضرب معظم دول العالم في لحظة ظن فيها الجميع أن الفيروس ولاه أدبر. بلادنا تعيد التأكيد على ضرورة الأخذ مجددا بالتدابير الاحترازية لتعيد معها جزءا من البروتوكولات الصحية الوقائية، ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة كالأسواق والمساجد ونحوها. ومن هنا تأخذ عملية التحسيس والتوعية بعدا آخر توجيهيا يتأسس في مغزاه وغايته على حفظ النفس باعتبارها إحدى المقاصد الخمسة للشريعة الإسلامية. فلنعلم أننا بفضل الله تعالى ثم بأخذنا بالإجراءات الاحترازية من وباء كورونا وغيره من الأوبئة، أخذنا بتلك الإجراءات بالصرامة في الشهور الماضية وفقاً لما طبقه ولاة أمورنا، أعطانا الله تعالى به تعافياً نسبياً من انتشار وباء كورونا في بلدنا. ولكن وزارة الصحة دقت ناقوس الخطر بسبب التساهل بالأخذ بتلك الإجراءات الاحترازية، حيث إن الإصابة بعدما تناقصت بدأت تزيد لا قدر الله زيادتها. لذلك نذكر بما بيناه سابقا من وجوب الأخذ بتلك الإجراءات الاحترازية كتابا وسنة وإجماعا. على عموم التراب الوطني صدحت حناجر الأئمة والخطباء محذرة من التساهل في اتخاذ التدابير الاحترازية، ومؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة دعم التوجه العام المعلن عنه من طرف القطاعات المعنية بمواجهة هذه الظاهرة المرضية. علينا جميعا أن نأخذ بالأسباب كما أمرنا، والأسباب كما قالت الجهات المختصة في ذلك هي التقليل من الاجتماعات غير الضرورية، وتجنب الإفراط في المصافحة والمعانقة، والاحتراز من وضع اليد على الوجه قبل غسلها بالصابون، وكذلك كثرة غسل الأيدي بالصابون، والتباعد ما أمكن ذلك. ولا ضير أن يكتفي المرء في تحيته باللسان وحده احتياطا، وأن يحترز من وضع اليد على الوجه قبل غسلها، فغسل اليدين جيدا وقاية وحماية، والوقاية خير من العلاج. يجب علينا أن نأخذ بالإجراءات كل الإجراءات الاحترازية من كمامات وتباعد اجتماعي وغسل للأيدي وامتناع عن التصافح. يجب علينا إخواني في الله أن نحافظ ما استطعنا على أنفسنا وعلى إخواننا، وأن نلتزم بالأوامر التي يذكرها لنا أطباؤنا والجهات المكلفة بذلك. حتما على كل مؤمن أن يلتزم بذلك في نفسه وفي أهله، وليأخذ بالأسباب كلها التي تعودنا عليها في الأشهر الماضية، فلنعد إليها لنسلم ونسلم أنفسنا وذوينا وجيراننا. وضع الخطط وتشديد الإجراءات الوقائية بشكل استباقي نهج اعتمدته بلادنا في تعاملها السابق مع الجائحة، واليوم تعيد تطبيقه مع الزيادة المسجلة في أعداد الإصابات، وهو ما يعني ضرورة مساهمة الجميع من قادة رأي وفقهاء في بث التوعية والتحسيس حول خطورة هذا الفيروس. وفي سياق متصل ومع التطورات الأخيرة والحديث عن موجة ثانية لكورونا في ظل تزايد الإصابات في مدينة نواكشوط، ما يزال بعض المواطنين في مقاطعة الميناء وخاصة السوق الرئيسي بحاجة إلى مزيد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد هذا الوباء. لا حديث في نواكشوط إلا عن الموجة الثانية من فيروس كورونا، موجة لم ينتبه لها المواطن هنا في سوق الميناء، حافلة مكتظة بالأشخاص الذين لم يراعوا أخذ الحيطة والحذر من فيروس ينتشر بسرعة مخلفا إصابات كثيرة وأحيانا أخرى قتلى. يلا المور الثانيين كلهم يعطوا جركن ماما ويعطوا يتباعدوا
سمعت يلا مين عضو واحد كان طالع يني شياط يصل يجيب الصابون وشافل بعد قاع سمعت سابق يدخل بعد قاع الدار. الموجة خطيرة باطنة خيرها هي خلات العالم الآخر وسالم ويا لا وقيها عنا إن شاء الله ولا تجينا إن شاء الله بالسلامة والعافية. يتجول أغلب المتسوقين هنا دون مراعاة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار وباء كورونا، لكنهم لا يعلمون أنهم يعرضون حياتهم وحياة ذويهم للخطر. موجه الدولة ضايقت الناس الحمد لله رب العالمين، والناس تعرف ذاك اللي خلق فيها قالت الناس لك تتبع احتياطاتها وياسر مشي الحمد لله رب العالمين، ونحن ما راجل عند مولانا ما يخلق فينا شيء كون ذاك الفات ذاك الفات الاخوان شفناه يا قال ما راجل عند مولانا يخلق لنا ذاك اللي خلق يعطينا قبل احتياطات والدورة قالت تتبع احتياطاته والشعب يعطي السعادة لياكم. مع تزايد الإصابات بجائحة كورونا في بلادنا خلال هذه الأيام يبدو الوضع مقلقا حسب وزارة الصحة، لكن الأمور تحت السيطرة ما دام المواطن يتقيد بالإجراءات الاحترازية. وضع الكمامات وغسل الأيدي والالتزام بالتباعد الاجتماعي أمور ضرورية للوقاية من هذا الفيروس القاتل، ينبغي الالتزام بها من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين. السيد المحمودي للموريتانيا. إلى الحوض الشرقي، وفي إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد-19 تعمل السلطات الإدارية بمدينة النعمة على تحسيس المواطنين حول أهمية الإجراءات الوقائية وضرورة الأخذ بتدابير السلامة، كما تؤكد الجهات الصحية استعدادها وجاهزيتها التامة لمواجهة تحديات الجائحة. مواكبة للموجة العالمية الجديدة من جائحة كورونا، بدأت السلطات المحلية على مستوى ولاية الحوض الشرقي جملة من الإجراءات تماشيا مع السياسات الوطنية لمواجهة الجائحة. سنتين نقوم بذلك الإجراءات على مستوى ولاية الحوض الشرقي، وضعنا تعليمات لجميع السلطات الإدارية وجميع رؤساء المصالح الإدارية والفنية على مستوى الولاية، كذلك التجمعات الإقليمية كالبلديات والمجتمع المدني، ياك نقوم بحملة تحسيسية واسعة على مستوى الولاية من أجل احترام ذيك الإجراءات الاحترازية، والسلطات الإدارية على مستوى الولاية عاكفة على تنفيذ ذيك الإجراءات اللي ذيك النقاط اللي جات في بيان اللجنة الوزارية، وعلى مستوى الولاية الحمد لله إلى حد الساعة ما سجلنا حالة جديدة من هذا الوباء الحمد لله. بالموازاة مع هذه الجهود التحسيسية متعددة المنابر، تعمل الجهات الصحية بالولاية على أخذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي طارئ. هون سي سي الترياج بلاد حد كامل جاي بطب استقبلوا هون عدلوا تس وفار سي لي فيبريل وعلي الحمي نديروا زر عدلوا تس ومادي الحمي قيس طبيب أعمال قيس استشارة ولا قيس دخل طب. وهون كوفيد هون عندنا جناح فيه 6 متك هاي فول مالاد يا 6 متك غيري الحمد لله لو زلت شهر بعد ما حكمنا احد. امام كل الجهود المبذوله على المستوى الرسمي يبقى المدار على عقليه المواطن وعلى مدى جديته في الاخذ باسباب الوقايه. نختار نقول عن بالنسبه لسكان ولايه الحوض الشرقي شين قالوا الاجراءات الاحترازيه حتى في بدايه كورونا معناها بدايه شهر 3 و4 و5 و6 ما كانوا للاسف ملتزمين بها، شاهدوا فيه ازدحام في المساجد في الاماكن العموميه في الاسواق. البصاجه ما ادري الكمامه يسوي شنو سمعتني كمامات راهم موجودين عندنا هنا قبل ما نديرهم سمعتني نرفدوا خمسه ونرفدوا سته سمعتني متعاجنين حتى. أليس في ما حل بالعالم بأسره وبدوله ذات المنظومات الصحيه المتطوره عبره لمن يعتبر؟ اما انا للمواطن الموريتاني ان ياخذ جائحة الكورونا والإجراءات الوقائية من هذه الجائحة على محمل الجد، والجائحة تعيد الكرة بعد الكرة، على الأقل عملا بالقاعدة السعيد من التعاظ بغيره. عبد الله الصوفي، قناة الموريتانية، مدينة النعمة. ودائما في نفس السياق ومع الحديث عن هاجس عودة ثانية لتفشي فيروس كورونا، تعمل المصالح التعليمية في كيهيدي على حضور الإجراءات الاحترازية لدى التلاميذ والطواقم التربوية، هذا وتعمل هيئات المجتمع المدني في ولاية غرغل على تنظيم حملات تحسيسية ضد فيروس كورونا.
في الأسبوع الأول من انطلاق سنة الدراسية 2020-2021 تعمل المصالح التعليمية في كيهيدي على مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد عودة تفشي فيروس كورونا. ففي ثانوية الامتياز بالمقاطعة تحضر الإجراءات الوقائية في المشهد من خلال ارتداء التلاميذ للكمامات وتعقيم الأيدي. وفي ظل الخوف من عودة ثانية لتفشي الفيروس تم تعقيم المدارس بشكل كامل خلال الأيام الماضية رغم انحسار الموجة الأولى للشائحة في الولاية. انحسرت موجة كورونا انحساراً كبيراً في الآونة الأخيرة، إلا أن ذلك لم يؤدي تراخياً في الاستعداد للتصدي لها. وفي هذا الصدد واصلنا الجهود الكبيرة في محاولة الحد منها ومن مخاطرها، وتجلى ذلك في استعمال الكمامات وغسل الأيدي بالماء والصابون والتعقيم والدوام ومتابعة تنظيف المؤسسات والتباعد من حيث المسافة. هذا وللتذكير فإنه قد صدر تعميم وزع على المؤسسات التعليم الثانوي والمدارس الابتدائية، مفاده أن تقوم هذه المؤسسات بكل ما من شأنه الحد من هذه الجائحة. وتعمل عدة هيئات مجتمعية على استئناف عملية التوعية والتحسيس في الأسواق والأماكن العامة من أجل منع تفشي الجائحة في موجتها الثانية. محمد لمين، هذه قناة الموريتانية، مدينة كيهيدي. ومن كيهيدي إلى كيف، حيث أكد والي ولاية العصابة السيد محمد الأحمد مولود أن حماية المراعي من الحرائق عمل وطني وسلوك حضري يجب على الجميع المشاركة فيه، خاصة بعد تسجيل 14 حريقا في الولاية بمساحة 25 كيلومتر مربع. كلام الوالي جاء خلال تفقده لحريق شب في منطقة بن عيشة التابعة لمقاطعة كيف رفقة السلطات الإدارية والأمنية، حيث ثمن الجهود التي بذلها سكان المنطقة لإخماد النيران التي امتدت على مساحة 3 كيلومترات، منوها على أن القانون يعاقب كل من يتسبب في إلحاق الضرر بالمقدرات الزراعية والرعوية للولاية. وفي نفس الموضوع أشرف والي الحوض الشرقي سيد الشيخ العبد الله واللواء صباح اليوم على إطلاق قافلة تحسيسية ضد الحرائق الريفية، وتستهدف هذه العملية بلديات النعمة العشرة وتحسيس المواطنين بمخاطر الحرائق على المنظومة الرعوية في الولاية. ويشارك في هذه الحملة ممثلون عن المنمين على مستوى مقاطعة النعمة، إضافة إلى هيئات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال على مستوى المقاطعة. وفي ولاية الحوض الشرقي دائما نظم التعاون الأوروبي الموريتاني ورشة جهوية بالولاية، ضمت إلى جانب عمد بعض البلديات الريفية فاعلين من المجتمع المدني. تهدف هذه الورشة إلى مساعدة المنمين والمزارعين ودعمهم في مجال حفر الآبار وإنشاء السدود وترميمها. تعزيز المنشآت الإنتاجية والطاقة في موريتانيا من أجل التنمية المستدامة في المناطق الريفية هدف أساسي يسعى التعاون الموريتاني الأوروبي إلى تحقيقه من خلال هذا الاجتماع. الورشة اليوم إن شاء الله يوجه أساسيا للمزارعين ومنمين، معنا نراعوين ونرى وصلكم ذا كامل إن شاء الله، وما زالوا مولي واحدة منهم لا نقزوا في الميدان ولا يدعموكم ولا يشوفوا معكم ذا كامل مع منظمات مع تعاونيات القدر يستفادوا، كان إن شاء الله يعود المردودية للواحد نحن فيهم واللي يعود أكثر إن شاء الله تعالى. راح باسم الوالي من جديد مولي طالب لكم إن شاء الله ورشة ناجحة، أتمنى لكم إن شاء الله ورشة تقدم. حتى منسق مشروع ريمدير في الحوضين السيد بالا مادي تحدث عن مجالات تدخل هذا المشروع وعن ضرورة إشراك كافة الفاعلين في التنمية المحلية من أجل الوصول إلى أنجع السبل للرفع من المستوى المعيشي للسكان وتمكينهم من زمام المبادرة. المنسق الجهوي بولاية الحوض الشرقي أكد أهمية هذا المشروع حيث يستهدف عصب الحياة بالنسبة لسكان الريف.
هذه الورشة اليوم في ولاية الحوضر الشرقي تدخل في إطار نشاطات مشروع تعزيز قدرات المنشآت الزراعية والرعوية في الحوض الشرقي، مشروع ريمدر الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الوكالة البلجيكية للتنمية، ويتدخل في عدة مجالات خاصة المجالات الزراعية والرعوية، ترميم السدود، إنشاء السدود من جديد، الآبار الرعوية، كل ما عنده علاقة بالتنمية الحيوانية والتنمية الزراعية وكذلك النشاطات البيئية. يعلق العمد المشاركون في هذا الملتقى آمالا كبيرة على هذا المجال.